صباح الهنا والخير على حضراتكم ومنتصف الاسبوع، مش بس منتصف الاسبوع، النهارده عندنا مباراه كمان مهمه جدا ان شاء الله، الاهلي والسموحه. هنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل والكواليس وباذن الله نيجي بكره زي ما احنا متعودين نقول صباح النصر. على كل حال كمان النهارده معانا اخبار كتيره جدا خاصه بالنادي الاهلي والرياضات المختلفه سواء على يعني الصعيد المحلي او حتى الصعيد الدولي. خليكم معانا. بونجور. بونجورين، صباح الفل عليكي، صباح الفل على مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم، واهلا بيكم جميعا. وبدايه حلقتنا النهارده حلقه جديدة من 10 الصبح في الأهلي، طبعا كالعادة لن تخلو من أخبار النادي الأهلي، وكمان عندنا برضو كالعادة لأن احنا بقالنا فترة مش قليلة الحقيقة تقريبا كل حلقة بنتكلم مع حضراتكم في موضوعات مفرحة، بنقول لكم أخبار لطيفة جدا ليها علاقة بإنجازات بتتحقق على الصعيد الرياضي المصري من خلال رياضات مختلفة، وطبعا كل دي أمور بتسعدنا كلنا. بالمناسبة حلقتنا النهاردة إن شاء الله وفي ساعتها الثانية هيكون عندنا أكثر من فقرة حوارية، أولى هذه الفقرات هينورنا من خلالها الأستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي، الفقرة الثانية هتكون معانا فيها ندى وليد وهي لاعبة الفريق الأول لكرة الطايرة بالنادي الأهلي، وثالث وآخر فقراتنا الحوارية النهاردة إن شاء الله هتنورنا من خلالها الدكتورة إيمان المراكبي. كلام محترم جدا، تعالى بقى نخش على المهم. يلا. النهارده زي ما كنت بقول لحضراتكم الساعة 6 مساء بإذن الله عندنا مواجهة مهمة جدا للأهلي أمام سموحة، ده طبعا في نصف نهائي كأس مصر هيكون على استاد القاهرة الدولي، ده الاستاد المحبب للأهلاوية والكالر بالمناسبة، ودايما أيوة. كان بيتكلم إن استاد القاهرة من أفضل الاستادات ليه، وشايفة كمان إن هو كاستاد زي ما بتقال كده كريم نظيف أو النجيلة بتاعته حلوة يعني، فده يعتبر فال حلو كبداية أو يعني يعني فاهم، اعتقد برضو الملعب بيفرق بشكل كبير جدا. الفريق طبعا بقياده كولر امبارح كان بيستعد بقى بقوه شديده باذن الله، يكون في التركيز، يكون في اللعب الحلو، يكون في كده عوده الروح مره تانية اللي احنا بصراحه من بدايه هذا الموسم اعتقد ان هي موجوده عندنا وبشكل كبير جدا، وعايزين نلعب باسم النادي الاهلي، عايزين نلعب روح النادي الاهلي، ده مهم قوي. روح النادي الاهلي ده مش كلام وخلاص، ده كلام يعني عن تاريخ، ده كلام بيثبت ان ممكن انت فعلا يا كريم لو لعبت بروح النادي الاهلي اللي بتكون في بعض الاحيان بالمناسبه برضو غايبه، لكن روح النادي الاهلي بتبقى موجوده، والكيمستري ما بين اللعيبه وغيره ده بيفرق بشكل كبير جدا طبعا. كمان على مستوى اللعب وعلى المباراه وعلى حلاوه الاداء، الناس وهي بتتفرج والجماهير وهي بتتفرج بتبقى فعلا بتستمتع. امبارح كمان كان في خبر يمكن اسعد البعض والبعض الاخر طبعا احزنه، فوز فريق بيراميدز، ويعني نتكلم هنا لنهائي بقى كاس مصر 2021-22 بعد لما فاز على الزمالك كانت بنتيجه 4-3، ماتش كان قوي جدا برضو طبعاً. كان انتهى بركلات الترجيح. هيقابل المفروض بقى الفائز بين مواجهه الاهلي وسموحه ان شاء الله كمان علشان يبقى فيه كده نهائي، ونشوف بقى نهائي حلو ولعب كمان حلو باذن الله، الاهلي هو اللي يتوج بيها، نتمنى اكيد ذلك. طيب خلينا كمان نروح لان في ملفات كتيره وكلام كان داير الفتره اللي فاتت بطريقه يعني شويه مستفزه، اقول شويه كان فيها افتراضات، شويه كان ناس تطلع تقول لك حصريات وحاجات بلاش اي اساس من الصحه. خلينا تاني نرجع نقول لما بنتكلم عن حاجه حصريه بنتكلم عن حاجه ليها علاقه بكيان النادي الاهلي لازم يخرج من المصدر. دلوقتي نقدر نقول ان محمود كهربا رسميا على راس قائمه الاهلي لمباراه سموحه طبعا، وهيكون يعني متواجد، واحنا سعداء على فكره بعودته مره تانية، والاتحاد المصري لكره القدم ارسل كان خطاب للنادي الاهلي بيفيد باحقيه مشاركه كهربا يعني في مباراته امام سموحه، زي ما قال كمان خطاب اتحاد الكره وفقا كمان لمراسله الاتحاد الدولي لكره القدم، هو قال خلاص يعني اعلن انتهاء ايقاف اللاعب هيكون يوم 11 يناير او كان يوم 11 يناير، وطبعا ده كان رد على خطاب النادي الاهلي اللي كان بيستفسر فيه عن موقف كهربا، يعني عايزين كنا الفتره اللي فاتت نعرف بالظبط موقف كهربا ايه هو، وهنا من حقه ان هو يشارك ولا لا بشكل طبيعي في المباريات مع الاهلي لغايه لما يتم صدور قرار اخر من لجنه يعني الانضباط بالفيفا. انا سعيده جدا بعوده كهربا لينا مره ثانيه، كهربا بجد لاعب تقيل بيفرق جدا وجوده في الملعب، حقق كتير جدا من انجازاته ومن بطولات مع النادي الاهلي في المواسم اللي فاتت وفي الفترات اللي فاتت، فباذن الله تبقى مباراه قويه كريم ان شاء الله اكيد. وفعلا مجرد بس يعني الفتره اللي فاتت الملف بتاع كهربا كان حواليه لغط كتير قوي، وطبعا لم يخلو من الفتاوي في اغلب الاحيان، انا بتكلم تحديدا على وسائل التواصل الاجتماعي، فكويس ان الصوره اتضحت بالنسبه لكل الاطراف. الحقيقه اكيد اضافه كبيره جدا وجود كهربا في ارض الملعب، احنا بنتكلم على لاعب ليه خصوصيه شديده جدا وعنده كاريزما كبني ادم وكلاعب، حتى في الملعب عنده كاريزما وعنده شخصيه، لاعب مهاري من طراز يعني رفيع جدا، اكيد اكيد هيبقى له ده ان شاء الله انعكاسات ايجابيه وطيبه مع الفريق الفتره اللي جايه. تعالوا بقى نتكلم شويه عن الملف
اللي هو كمان بقالنا كتير بنتكلم فيه كل فتره والتانيه لازم نطلع نعلن تضررنا من وقع ما حصل ده، ان كانت وقع فقط لا غير، وطبعا ده ما بيحصلش كتير، بيبقى مجموعه اخطاء تحكيميه وامور تثير الشك والريبه الحقيقه. تعالوا نتكلم شويه عن التحكيم. عايزين نعرف حضراتكم ان اداره النادي الاهلي ارسلت خطاب للاتحاد المصري لكره القدم بتطلب من خلاله التحقيق في الاخطاء التحكيميه المثيره للجدل اللي وقعت طبعا بحق النادي الاهلي في مباراته الاخيره في الدوري امام فريق المصري، والعمل على ارساء العداله المنشوده وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص بين كل الانديه المتنافسه. ده اللي اتقال نصا في خطاب النادي الاهلي. وخلونا كمان يعني انا مش عارف المكالمه هتبقى معانا جاهزه ولا مش جاهزه عشان نعرف برضو المزيد من التفاصيل. تعالوا نعرف المزيد من التفاصيل حول الاخطاء التحكيميه تحديدا في مباراه الاهلي والمصري. احنا معانا على التليفون الاستاذ ناصر عباس الخبير التحكيمي عشان يقول لنا مبدئيا رؤيته لهذه المباراه والاخطاء التحكيميه اللي كانت فيها، وهل فيها اخطاء ترتقي للقب عوار تحكيمي ولا لا. كابتن ناصر صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. طبعا خير على حضرتك كابتن كريم، وتحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ نهاوند وتحياتي لكل الجماهير والمشاهدين والمتابعين لقناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا فندم. احنا بنفتح مع حضرتك ملف ما نقدرش نقول عليه جديد باي حال من الاحوال، لان اكيد حضرتك طبعا يعني سيد العارفين واكيد متابع كويس جدا ان مساله الاخطاء التحكيميه كانت يعني سبب في عرقله مسيره النادي الاهلي بلا داعي وبلا حق في كتير من الاحيان. بس احنا هنتكلم مع حضرتك النهارده تحديدا عن ماتش الاهلي والمصري ورؤيتك انت بقى للاخطاء التحكيميه اللي كانت فيها دي المباراه. تمام كابتن كريم، خلينا الاول اقول لك على حاجه مهمه جدا. اتفضل. ودي مفاجاه، ان قناه النادي الاهلي وانا بتكلم الكلام ده بدون مجامله، ان هي كانت داعمه وسانده للخبير الاجنبي كلاتنبرج. احنا في البدايه احنا قلنا احنا نقف مع الراجل، هي تجربه يعني تجربه كويسه، وكانت دايما بتقف مع الراجل وتسانده عشان ما نشوفش الاخطاء التحكيميه اللي حصلت في الموسمين اللي فاتوا. طبعا. ودي حقيقه وفي كل برنامج وكل برامج الاهلي بتقول الكلام دوت. النهارده هقول لك على مفاجاه كبيره جدا ان اخطاء حكام الفار النهارده كابتن كريم في مباراه النادي الاهلي بقت اكبر من اخطاء الحكام. انت متخيل؟ ان اخطاء حكام الفار اللي هو المفترض ان الفار ده اتعمل عشان يساعد الحكام في اتخاذ القرارات الصحيحه في ميدان اللعب، بقت اصبحت النهارده اخطاء الحكام الفار اكتر من اخطاء الحكام. الحاجه الثانيه، النهارده كمان الحكام بينزلوا، الحكام الميدان بينزلوا خايفين، شايلين هم حكام الفار بسبب التدخلات الغير مبرره في بعض الحالات التحكيميه اللي موجوده في المباراه. النهارده كمان حاجه مهمه جدا، النهارده حكام الفار بتتدخل في حكم في شغل حكم الميدان عاطل على باطل، وده مخالف لبروتوكول الفار تماما. الفار اتعمل يا استاذ كريم يا استاذ نهوان تدخل قليل وفائده اكبر للمباراه. اصلا المبدا اللي الفار اتوجد عشانه بقى يعني اتضرب في مقتل، فكره ان يبقى في فار باحقاق الحق، يعني احنا مش لامسين ده في كل المباريات اللي فاتت تقريبا. يعني هروح بعيد ليه، ماتش فيوتشر في ضربتين جزاء تقريبا لم يتم حسابهم من قبل الفار لصالح النادي الاهلي، وكذلك في مثلا في ماتش المصري الاخير. يعني هو يعني اللي بيحصل ده افقدنا الثقه في اهميه وجود الفار او جدوى وجود الفار انجاز التعبير. طيب انا هتكلم بالورقه والقلم ومش هقول كلام مرسل كريم. اتفضل. وهجيب لك الماتشات اللي فيها اخطاء سريعا، مش هقف كتير، ولكن هقول لك قد ايه الفار خسر النادي الاهلي لحد دلوقتي تقريبا 7 نقاط، وانا بتكلم بالورقه والقلم، وهقول لك ايه هي المباريات سريعا. اتفضل. ومن ضمنها كانت مباراه الاهلي وفيوتشر اللي كانت في الاسبوع السابع، اللي كان فيها الحكم امين عمر وكان فيها حكم الفار سيد شعبان، اللي النهارده بيتكرر سيد شعبان حكم الفار في مباراه الاهلي وسموحه. ودي يعني رسالة، لما يكون حد عندك حكم في الفار عنده مشكلة في مباراة قبل كده، من فضلك لو سمحت حاول انك انت تبعده عن هذا. تعال نشوف الاهلي وفيوتشر. الاهلي وفيوتشر، خلينا نشوف اللقطة اللي هي كانت هناك ركلة جزاء لعلي معلول، وفي نفس اللعبة كانت هناك ركلة جزاء لشادي حسين. نشوف ركلة جزاء علي معلول اللي هي لم تحتسب لعلي معلول. عندنا حالتين في الماتش ده، يا ريت لو عندنا نقدر نجيبهم.
الهدف اللي انا بقوله ايه يعني؟ بقول ان الحكم الفار في ماتش الاهلي وفيوتشر كان يجب التدخل مع حكم الميدان لان في ركلتين جزاء لم يحتسبوا في هذه المباراه. النهارده الحكم بيتعين في مباراه الاهلي سموحه. انا بدي رساله للحكم سيد شعبان بقول له يعني اتمنى منك ان النهارده في اتقال الاهلي وسموحه يكون في تركيز وعدم تكرار اخطاء المباراه اللي حدثت في مباراه الاهلي وفوتش. نشوف لو يعني عندنا لقطه تعالي معلول وعشان بس يبقى الكلام احنا بنعرض يا كابتن ناصر تمام. واحنا بنكلم حضرتك كل اللي حضرتك بتشير ليه اللقطه دلوقتي قدامنا على الشاشه تحديدا. طب خليني بقى نقف هنا بعد اذنك نقف هنرجع بس كده هذه المره اللي كان الحكم امين عمر وكان الحكم سيد شعبان. خليني نروح للعبه علي معلول الاول ونحللها عشان نقول لكل الساده المشاهدين ان هنا كانت في مخالفه واضحه جدا جدا وهي المهاجمه بقدم على ساق وقدم طبعا. معلول طبعا وهنا الحكم قريب واشار باستمرار. شوف اللعبه الثانيه اللي هي كانت مع شادي حسين يعني ركلتين جزاء يعني هوان في الدقيقة 59 في نفس الدقيقة وأنا بستغرب يعني أنت حضرتك حكم الفار نيجي هنا شوف التدخل اللي هو في مهاجمة والقدم في القدم والعرقلة واضحة. طب هنا الحكم ما حسبش ويمكن هنا هتبان أكتر. شوف لا أنا عاوزين نوقف وهي الرجل رايحة على قدم علي معلول. دي رجل جزاء صحيحة لم تحتسب ليه علي معلول هنا بس يا بس تمام تمام هايل هايل هايل. شوف هنا القدم في مهاجمة ودي في القانون المهاجمة والدوس فوت ان فوت يعني ايه؟ القدم فوق القدم. طب انت محتاج ايه تاني يا حكم يا فار وما جبتش الحكم في هذه الحالة دي واحدة. في نفس اللعبة لما نروح لشادي حسين خلاص هنا في ركلة جزاء هنا بصي بصي بص يا كريم هنا في يعني في قدم فوق قدم طبعا طبعا ما اتحسبتش دي واحدة من ضمن المباريات وبعدين بتروح لشادي حسين. شادي حسين بيلعب وبعدين العرقلة بتتم تاني في نفس اللعبة نشوف العرقلة هنا. احنا مش بنتجنى على حد ولكن هذه يا جماعة أخطاء فادحة. هذه المباراة الأهلي تعادل 1-1 وأفقد الفار والحكم النادي الأهلي نقطتين. أنا بتكلم على مباراة واحدة خلي بالك يا كريم. طبعا. ما بالك احنا عندنا دلوقتي 5 مباريات تدخلات غير مبررة. 3 مباريات منهم النادي الأهلي تعادل فيهم الأهلي وفيوتشر الأهلي والمصري وعندنا مباراة تانية تقريبا كانت الأهلي وسيراميكا. لما نتكلم في 6 نقاط النهاردة الفار سبب في إن هم يضيعوا على النادي الأهلي، لا يا جماعة إحنا لسه بدري ده إحنا لسه ما لعبناش يعني 13 مباراة لأن بقى فيهم 3 مباريات أو 4 مباريات فيهم أخطاء عندنا مشكلة كبيرة جدا. طب كابتن ناصر أنا عايز أروح مع حضرتك، طبعا إحنا نتمنى يبقى في ساعة للوقت إن إحنا نحلل مباراة مباراة ويمكن إحنا نقدر نعمل ده النهاردة، بس برضو لو هروح مع حضرتك لنقطة مهمة جدا يعني بغض النظر عن التفاصيل الكتيرة بس فكرة هنا المنظومة التحكيمية المصرية وفكرة إن الاتحاد كان عايز يطور هذه المنظومة وفقا لأمور كتيرة جدا معطيات كتيرة جدا أهمها اعتراض الجماهير المصرية على التحكيم المصري. تمام ولا بعد كده لما رحنا واستقطبنا كلايتنبرج وكان الراجل ده اصلا قبل ما يجي ناس كتيره جدا ضد استقدامه وناس تانية قالت لك لا بالعكس وجوده هيفرق بشكل كبير جدا وانا من الناس اللي ما فهمتش كان ليه في اعتراض على استقدامه اصلا يعني الناس كانت بتعترض على اي اساس انت لما بيبقى عندك منظومه فيها عوار وجايب حد علشان ناخد من خبرته خصوصا ان الرجل ده اثبت ان هو لما راح كل الدول اللي شارك فيها في تطوير التحكيم عندهم واخرها كان اليونان عمل طفره كبيره جدا فانت فكره اعتراضك من الاول ده عليه علامه استفهام على كل حال خلاص مايك كلايتنبرج جه عندنا وعمل مفروض سيستم معين هنمشي عليه وبيعمل دايما اجتماعات مع الحكام بشكل دوري وتحدث ان هو اول ما جه كمان عندنا كابتن ناصر كان في شكاوى كتيره جدا من انديه مختلفه راحت لعنده وهو حتى استغرب من كم الشكاوى قبل ما يبدا كمان مهامه وبعد ما بدا مهامه كان في امور كتيره هو حتى علق عليها في بعض المباريات وقال لك هو في اخطاء كتيره بتحصل فعلا وهو كان معترض على ده مع كل الظروف اللي انا بحكيها واللي حضرتك اكيد عندك تفاصيل اكتر عنها احنا كده بنتكلم في ايه احنا محلك سر ولا الوضع هيبقى ازاي ولا استقطاب يعني كلايتنبرج من البدايه كان غلط ولا يمكن قدام المنظومه يتم اصلاحها وفكره الفار زي ما حضرتك بتقول يعني اللي هو اصلا معمول علشان يتدارك هذه الاخطاء في العالم كله لكن عندنا الامور بالعكس فمعلش انا محتاجه افهم يعني انا من الناس اللي محتاجه انا وغيري نفهم من حضرتك النقطه دي في البدايه
سؤال جميل جدا جدا جدا، بس احنا الحلقه مش هنقدر. هو احنا عايزين حضرتك عايزه يوم من اول ادينا باختصار حتى ولو هيدلاينز يعني. بص يا هوندا، هقول لك على حاجه مهمه جدا. حضرتك انا استنى السؤال، هو الراجل ده بقى له قد ايه عندنا؟ يعني شهور قليله. خلينا نكون يعني عادلين في الكلام بتاعنا، احنا النهارده الراجل ده بقى له بالظبط تقريبا من 4 لـ5 شهور. بالظبط. الراجل ده بيتهاجم يعني هوند من يعني من قبل ما يجي. بيتهاجم من البعض ومش هقول اسماء، خلي بالك. اما احنا عارفينهم يعني. السؤال يلي بتهاجم حضرتك اللي قعدت 6-7 سنين في لجنه الحكام من فضلك، هو انت عملت ايه للتحكيم؟ انت بتحاسب الراجل على 4 شهور لسه بيتحسس الحكام وبيشوف مستواهم، يعني انت بتهاجمه على اساس؟ طب ما انت حضرتك قعدت 6 سنين، وانت في الـ6 سنين مش عايز اقول لك ان احنا في سنه منهم جه 34 طاقم تحكيم اجنبي. انت متخيله اللي بيتكلم على جراتنبرج وبيقول ان هو يعني مش بيطور؟ لا، انت حضرتك كنت مسؤول وجه 34 طاقم تحكيم اجنبي، تم اعتراض 17 نادي من اصل 18 وانت مسؤول. مفيش عندنا حكم راح كاس عالم للاسف الشديد وانت بتتولي مهمه التحكيم في مصر. فمن فضلك لو سمحت، اللي بيهاجم الراجل، احنا مفترض ان احنا بندي الراجل فرصه. انا بتكلم ده على جزء اللي البعض بيهاجمه الراجل. صحيح. الحاجه الثانيه المهمه بقى كريم ونهوان، بتكلم في حاجه من نقطه مهمه. ان النهارده داخل لجنه الحكام في مشاكل. مشاكل وصراعات. مين يعين الدوري الممتاز؟ ده بيعين دوري ممتاز، وده بيتدخل، وده بيشيل الحكم، وده بيحط الحكم، وهناك مشكله. وانا هتكلم بقى بعمق يعني والتفاصيل عندي. حضرتك لما اعلنت لجنه الحكام اتحاد الكره الموقر، ادى الدوري الممتاز وتعيين القسم الاول للكابتن توفيق السيد. الكابتن توفيق السيد ده لسه داخل لجنه الحكام جديد، فالمفترض هو المنوط بتعيين الدوري الممتاز. تمام. انا النهارده بعين ومني لكلاتنبرج مباشره. لما نلاقي تدخلات في شغل توفيق السيد، لا ما احنا كده مش بنساعد الراجل. للاسف انا بقول لك اهو، لا. ده كلام منطقي، كلام منطقي طبعا. كل واحد من فضلك، انت اعلنت لجنه الحكام، حطيت وظائف كل عضو. مثلا توفيق السيد هو مسؤول تعيين الدوري الممتاز، خلاص يبقى هو مسؤول وهو اللي يتحاسب، ومنه لكلاتنبرج. من فضلك ما حدش من الاعضاء يتدخل في شغل توفيق السيد. اللي انا شايفه عكس كده. طب انت النهارده عاوز تنجح الراجل، من فضلك، من فضلك اتحاد الكره حدد المهام للناس اللي موجوده، لان الصراعات اللي جوه تؤثر بشكل كبير جدا 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 على الحكام وعلى المباريات خارج في داخل الملعب، وهنا دي المشكله. طبعا. بنتكلم عاوزين نساعد الراجل، لا نساعد الراجل، نقف مع الراجل. في اخطاء؟ لا، ده في اخطاء كبيره جدا. وخلي بالك التطوير ما بيجيش من يوم ولا من شهر ولا من اثنين. التطوير ده عشان انا احاسب الراجل على الاقل يقعد سنه وحاسبه. الحاجه الثانيه اللي انا بطلبها من كلاتنبرج، من فضلك مفيش تطوير تحكيمي ابدا اونلاين، وده مش موجود. يعني انا محاضر في الاتحاد الافريقي، وكنت مقيم وريفير اسيسور في الاتحاد. التحكيم وتطوير التحكيم في ميدان اللعب، تنزل مع حكام الملعب، تنزل تطور من ادائهم، تنزل مع الحكام المساعدين. الكلام ده مش هينفع ان انا اطور اونلاين. يا كلاتنبرج، من فضلك روح المحافظات وشوف اللجان الحكام الفرعيه. لا، عاوزين شغل. حضرتك بتتقاضى مبالغ، مفيش مشكله، بس احنا عاوزين المبالغ اللي بتاخدها تبتدي تعمل بيها شغل للحكام على ارض الواقع. امور كتيره طبعا لو قعدنا نتكلم مش هننتهي، ولكن انا بقول في النهايه النهارده عندنا مباراه. هذه المباراة تم تعيين فيها الكابتن طارق مجدي حكم للميدان، والكابتن سيد شعبان حكم للفار. ثاني رسالة كابتن سيد، يعني مش هنرجعك لماتش الأهلي فيوتشر، يجب النهارده يكون في تركيز ان هذه مباراة إقصائية. كابتن طارق، أنت حكم أول مرة تحكم هذا الموسم للنادي الأهلي، يعني لابد أنك أنت تعبر عن نفسك. ما تعتمدش على الفار يا كابتن طارق، انزل النهارده واعتمد على نفسك. محتاجين نشوف مباراه بلا اخطاء. هو احنا يا فندم عندنا الملف التحكيمي في بلدنا يعني كميه المشاكل اللي فيه اكبر من قدرات اي شخص على الاصلاح، حتى لو كان الشخص ده يعني
وارد الخارج زي ما بيتقال انجاز التعبير يعني، وفي نفس الوقت عنده تاريخ زي ما نهاوند كانت بتشير من شويه ان الراجل ده لما حط رجله في بلاد معينه كمحاوله لاصلاح المنظومه التحكيميه فيها عمل شغل زي الفل. احنا دلوقتي حضرتك بتقول انه لازم يبقى قاعد مثلا على الاقل سنه عشان نقدر نحكم عليه وعلى قدراته، واحنا دلوقتي اهو تقريبا داخلين على نص السنه دي. هل حضرتك شفت خلال الاربع خمس شهور اللي فاتوا بوادر بتقول ان احنا ان شاء الله بصدد اصلاح المنظومه التحكيميه كما ينبغي ان يعني يتم اصلاحها، ولا شايف ان حجم المشاكل اللي عندنا اكبر من قدرات اي حد على الاصلاح؟ سؤال جميل جدا استاذ كريم، وبنتكلم في حاجه مهمه جدا. هو يعني لو احنا اتكلمنا على الشك الاداري، هو راجل النهارده بيقول ايه كده بالمقارنه بما سبق؟ النهارده راجل بيعترف يعني الى حد ما بالاخطاء. النهارده الراجل ما بيطلعش يبرر ويقول ان الحكام عندي صح، لا زي ما كان بيحصل الاول طبعا. النهارده في مصارحه شويه من الراجل، وده بيديك مؤشر ان هو عاوز يطور. يعني ما كانش بيدافع عن اخطاء الحكام ويقول لا الحكام صح. فالنهارده هو الراجل النهارده بيطلع في الفيديو، مش بيجيب كل الحالات، ولكن بعض الحالات بيجي يقول رايه فيها طبقا لرؤيه اللجنه الفنيه اللي موجوده عنده. ده كلام جميل جدا جدا جدا. زي ما قلت لحضرتك، مشكله جراتنبرج وهو ان كل شغله اونلاين، مفيش تحكيم وتطوير يا كريم. ان انا اقعد في لجنه في اتحاد الكره والحكام كلها قاعده في بيوتهم وابتدي اشتغل معاهم اونلاين، والكلام ده مش موجود في التحكيم. يعني وانا هدي مثال، هدي مثال لناجي جويني وهو ماسك مسؤول التحكيم في قطر. في ظل وجود كاس العالم ويعني الناس كلها مشغوله بكاس العالم، لجنه الحكام في قطر بتعمل ايه؟ بتشتغل ما لهاش علاقه ابدا بالبطوله، حكام قطر بتشتغل في ميدان اللعب، ناجي جوني موجود، والتدريب البدني والفني والذهني والتطوير موجود في ميدان اللعب. احنا محتاجين الراجل ينزل، لان انا النهارده لما بنزل مع الحكام داخل ميدان اللعب انا بشوف المستوى الحكام. طب هو ليه التطوير شغال اونلاين الفتره اللي فاتت يا فندم؟ لا يسال بقى هنا بقى، يعني معلش انا كاتحاد كوره النهارده بجيب مدير تطوير، انا لي اهداف كاتحاد كوره، من فضلك انا محتاج 1 2 3 4، وبتتحط الامور دي كلها وبقى في خطه واستراتيجيه وفلسفه للراجل بيقول لهم انا هعمل 1 2 3. لابد يكون في متابعه لشغل الراجل، لان النهارده لو انا مش فاهم هو بيعمل ايه مش هيبقى في تطوير يا كريم. لو انا مسؤول في اتحاد الكره ومش فاهم الراجل ده بيشتغل ازاي مش هيبقى في تطوير. طيب كابتن ناصر، انا عندي سؤال، يعني هو ممكن يبقى جريء شويه بس انا اعتقد حضرتك هتجاوبني. هل في بعض الاشخاص اللي هي مش عايزه ومش من مصلحتها ان يكون في تطوير في منظومه التحكيم المصري؟ اشخاص من داخل الاتحاد ولا من خارج؟ انا مش هحدد يا فندم. شوف اقول لك على حاجه، هو السؤال اللي بيفرض نفسه وانا بتكلم معاك بصراحه، هو الراجل ده لو نجح في مهمته كتطوير، احنا بقى لنا فتره للاسف الحكام اللجان بتروح وتيجي مفيش تطوير. اذا النهارده نجاح الراجل دوت هيثبت حاجات كتيره جدا يا نهاوند، هيثبت بقى الناس اللي كانت بتشتغل قبل كده هل كانت بتشتغل ولا ما كانتش بتشتغل، وبالتالي انا بقول لك لا الراجل بيتهاجم، وانا بتكلم بامانه الراجل بيتهاجم. ما علشان هو بيتهاجم يا كابتن ناصر، وعلشان المنظومه التحكيميه زي ما تقول في ناس مش عايزاها تتطور، وده واضح جدا بكل اللي بيحصل حتى هذه اللحظه اللي احنا بنكلم حضرتك فيها، وعلشان ما فيش برضو التزام من قبل بعض، وهقول بعض الحكام في ارض الملعب بالقوانين الموضوعه، وعلشان ما فيش التزام من قبل الحكام في اتباع الاستراتيجي اللي كلايتنبرج بينفذها حتى لو احنا اعترضنا عليها اونلاين او غيره وغيره وغيره من النقاط اللي في الاخر بتديني احساس، ومش انا لوحدي، بعض الناس، ان هو في ايه؟ هو ليه في ناس مش حابه ان هذه المنظومه تتطور؟ ما هو ده برضو عليه علامه استفهام، لحضرتك تتفق معايا؟ بتفق معاك 100%، وقلت لحضرتك احنا الموضوع انا عندي تفاصيل كتير وعندي اسرار كثيره جدا جدا بخصوص لجنه الحكام. زي ما قلت لحضرتك الوقت مش هيسعفنا ان احنا نتكلم في هذه التفاصيل، ولكن انا بقول احنا قناه النادي الاهلي دايما والله، وانا كل استوديو تحليلي بطلع، يعني مش بس بنطلع الحالات، يعني هوان بخلي بالي، يعني انا ما بجيبش الحالات التحكيميه واقول ان الحكم اخطا هنا وهنا، بالعكس انا كراجل محاضر قبل كده واشتغلت في لجنه الحكام بنحاول قدر المستطاع، والقناه الوحيده اللي بقولها اهو بنطلع بنحلل تطوير
ما يجب تطويره لاداء الحكم، مش بس بنجيب الاخطاء عشان نقول الحكم عنده اخطاء. اشكرك يا فندم عامه على الشهاده دي، اكيد شكرا لك. والله بدون مجامله، وانا بقول في البدايه يا جماعه انا هنا موجود، لو يعني لو انا عرفت اساعد الحكام يا كريم في ان مثلا في حاله من حالات تمركز او قراءه لعبه غير يعني صحيحه او تدخل غير مبرر من الحكم الفار، بنقول الكلام ده يا جماعه لان احنا اشتغلنا وعارفين يعني ايه تطوير اداء الحكم. صحيح. فاحنا بنساعد قناه النادي الاهلي، بنساعد كلاتنبرج، واقفين معاك، بس يا ريت اللي معاه يساعدوه، يعني مش احنا هنساعد بس. حلوه حلوه الجمله الاخيره دي على فكره، هي ردت على سؤال الجمله الاخيره. والله العظيم بكلمك بامانه ومش مجامل، يا ريت الناس اللي معاك يا جماعه اللي معاك يساعدوك، لان انا شايف ان هناك صراعات من يعني بين الاعضاء، صراعات كبيره جدا جدا، ومين عاوز يثبت نفسه، ومين يقول انا اللي قريب للراجل، ومين يقول انا اللي بعين. لا، الكلام ده بيجي يا جماعه على مستوى التحكيم بشكل عام. صحيح. مستوى الحكام، ثقة الحكام النهارده خلي بالك، والله والله يعني انا هقول لك على حاجة مهمة. احنا دايما في بداية الموسم بنحاول نخلي الثقة تبقى موجودة ما بين الأندية والحكام. وده بيبقى شغلنا الشاغل، اللي دي بتبقى حاجة صعبة جدا جدا. النهارده بقى مفيش ثقة ما بين الحكام واللجنة. ده أمر صعب جدا جدا جدا. النهارده مفيش ثقة ما بين الحكم واللجنة، النهارده من كثرة الأخطاء ومن كثرة ال المسؤوليه، ما احنا مش عارفين مين مسؤول او مين بيعين، او النهارده الحكام بقى مش عارفه ايه الصح وايه الغلط. هو الأسوأ من ده ما بقاش فيه ثقه تماما ما بين الجماهير والحكام، وده طب فاضل ايه؟ ده شيء فاضل صعب ايه يعني، يعني فاهم قصدي؟ فاضل لنا ايه بقى كمحبين كريم؟ احنا خلينا نستغل وجود دلوقتي كابتن ناصر عشان هو يوعدنا بنفسه، احنا محتاجين حضرتك كابتن ناصر. طبعا احنا حضرتك طبعا ضيف دائم على قناه الاهلي، بس احنا عايزين نعمل فقره كامله عن التحكيم، يمكن بقى الزوايا هتبقى مختلفه شويه هنعيشها مع حضرتك لو تشرفنا في 10 الصبح. انا عارفه الصحيان بيبقى بدري شويه، بس حضرتك لازم تشرفنا عشان في كلام مهم كتير جدا محتاجين نناقشه مع حضرتك. والكلام مهم يا هواندي وكريم، واحنا بنقول في مصلحه التحكيم، نحن لا ننقد الحكام بس عشان ننقدهم، ولكن والله والله احنا بننقد الحكام، احنا بنحب الحكام اولا كلهم اخواتي، ونفسي التحكيم في مصر يبقى كويس. يا فندم احنا بندافع عن فكره وعن مبدا احقاق الحق بغض النظر عن اطرافه مين. لصالح الكره المصريه في الاول وفي الاخر، بطبيعة الحال ملهاش دعوه باشخاص ابدا. نرجع ونقول ربنا يدينا ويديك ويدي المشاهدين طول العمر، ونحضر اليوم اللي نلاقي فيه المنطق متحقق وحاصل في حياتنا الكرويه وفي المنظومه التحكيميه بصفه خاصه. انا بكرر طلب نهاوند، لازم فعلا تيجي تنورنا ان شاء الله، إن شاء الله. ونسعد بوجودك معانا، بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا. ملف يا كريم يمكن غيرنا اتكلم فيه كتير ولسه هيتكلموا فيه كتير، واحنا اتكلمنا فيه ولسه هنتكلم فيه كتير، بس برضو هنرجع نقول تاني، انا عايزه ارد على كام حاجه كده كابتن ناصر اتكلم فيها. مبدئيا نحب او نكره حكام، انا بشوف ان على فكره انا ممكن ما احبش حد، ما بحبوش عادي، بس شغله يفرض عليا اني احترمه. انا عندي ده اهم من ان واحد احبه شغله زي الزفت. انا بتكلم ان جنرال، انا ما بحبش الناس اللي شغلها اي كلام، وحتى لو بحبهم على المستوى الشخصي ما اشتغلش معاهم. وممكن واحد فعلا ما احبوش خالص بس شغله يخليني احترمه. يا جماعه هي القصه مش حب وكره، ما مش لازم نحب بعض على فكره خالص، مش لازم. احنا كلنا عندنا ناس بنحبها بره مجالنا، لكن مش لازم نحب بعض في الشغل، لازم نشتغل صح، هو ده الموضوع. فانا احب حكم ما احبش حكم مش فارقه، انا احب شغل الحكم، احترم شغل الحكم، دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه لما تيجي برضو يا كريم تبص للمنظومه ككل، انا سعيده جدا كنت انا وانت من كام شهر لما قلنا التطوير في كره القدم المصريه، لما قلنا متفائلين جدا طبعا. لان هو كان في كلام انك بتحسن كل الجوانب وكل الزوايا، ومنها كان التحكيم. فلما جيت بعد كده قلت هنجيب هذا الرجل كلايتنبرج، وتاني هرجع اقول سي في رائع، ويجي هنا الراجل يلاقي فيه هجوم من قبل ما يبدا، وفي ناس تقول لك وبطريقه كده فيها يعني مش بروفيشنال. عارف انا بتفرج على برامج مختلفه ولهم كافه الاحترام، بس اسلوب سو ان بروفيشنال، يعني يقول لك وانتوا جايبينه لنا ليه؟ يعني ده اللي هيجي يعني يعمل لنا اللي مش عارف ايه بطريقه كده، اللي هو ممكن يجي، انت زعلان ليه؟ وانت هتدفع حاجه من جيبك يعني؟ مش فاهم. طب ما المنظومه كانت قدام حضرتك، حصل فيها حاجه جديده يعني؟ ما تخلوا الراجل يجي يشوف. ما هي دي النقطه يا كريم. ثالث حاجه، حاجه مؤسفه ان الحديث يكون ان الفار جاي، يعني بالعكس الفار في كل انحاء العالم المفروض ان هو الحاجه اللي ما بتغلطش، الحاجه اللي برجع ليها كحكم بقى ساحه او غيره او رايه برجع ليها عشان اتاكد، لكن العكس هو اللي بيكون صحيح. عندك الاخطاء التحكيميه عالميا بتبقى لا تتعدى 10%، عندك بتوصل الله بسم الله ما شاء الله يعني. ففي ايه؟
لا موضوع غلس، موضوع مش حلو. وحتى الراجل احنا يمكن هو نفسه تحس ان هو ما بقاش عنده الباور زي الاول، يعني لو انت بتتابع تصريحاته واجتماعاته الراجل جه انا اخشى ان هو يحبط، الاحباط ده ابشع شيء. فما اعرفش والله يعني ان حصل انا شخصيا مش هندهش قوي، لانه الحقيقه كل مقاومات الاحباط متحققه. لو خد شنطته ومشي ما تقدريش تغلطيه الحقيقه، قد تكون المنظومه عندنا الشنطه اهي، لا قد يكون اللي هو شافه عندنا ما شافوش في اي مكان في حياته طول اللي فات من عمره، وارد جدا. وبعدين وانت بتتكلمي عن المحبه انا قاعد مبتسم ليه؟ سرحت بقى في حاجات تانية بره اطار الرياضه، يعني اكيد المحبه في حد ذاتها حلوه، فكره ان احنا نتعامل مع بعض بمحبه اكيد فكره لطيفه، لكن احنا ساعات كتير بنستخدم المحبه او بنستغلها بشكل خاطئ، بينتج عنها ان احنا بنتعامل مع مثلا اهل الثقه واهل المحبه مش اهل الخبره كما ينبغي ان نتعامل مع الاشخاص المتخصصين في الملفات اللي احنا بصدد اصلاحها. المحبه تاني هنرجع ونقول جميله، لكن لما تكون متحققه في حال الطرف بيعمل اللي عليه وزياده يبقى يا سلام، شيء عظيم جدا ان انت تتعاملي مع حد محترف وبيشتغل شغل مظبوط وبيديلك اللي انت اتفقتي معاه عليه، وده بيحصل بحب رائع جدا. لكن لما تكون المحبه لاشخاص مثلا لا يستحقوا ان هم يكونوا موجودين في اماكن بعينها، هنا يبقى في مشكله. ده جزء من العوار على فكره، وفي كل المجالات يا نواد مش بس في الرياضه. انا بتفق معاك، يعني نفسي الثقافه دي تختفي من حاجه، لان دي خلي بالك من حاجه، دي اللي طالع بقى من تحت جناحها انجاز التعبير المحسوبيه والشلاليه وكذا. وتاني ارجع اقول لك انا بتكلم بشكل عام، انا مش بتكلم على الرياضه عموما، دي افه من الافات اللي احنا كلنا بندفع ثمنها بقى لنا فتره. بمناسبه الحكام بقى، تعالى النهارده كمان نتكلم عن المباراه بين الاهلي وسموحه تحديدا. مين اللي هيكون الحكام النهارده؟ هيكون يعني الحكم الدولي هو اللي هيحكم طارق مجدي طبعا، هيعاونه يوسف البساطي، وعندك هاني عبد الفتاح، كابتن هاني عبد الفتاح، هيكون كابتن عاطف حسين حكم رابع، وهيتواجد كابتن سيد شعبان في غرفه تقنيه الفار، وهيعاونه كابتن شريف عبد الله. كل التوفيق، كل التوفيق. احنا هنتكلم في تفاصيل اكتر طبعا النهارده عن هذه المباراه اللي في غايه الاهميه بالنسبه طبعا الاهلي وفي كواليسها، وفي امور يمكن برضو هنذكرها لاول مره بس في الفقره الحواريه. خلينا دلوقتي نروح للاتحاد الدولي اللي اعلن على الموقع الرسمي بتاعه تواجد 6 حكام ساحه لاداره مباريات هنا بطوله كاس العالم للانديه 2023، واعتقد ده خبر برضو مهم جدا. القائمه شهدت 26 حكم من مختلف القارات اللي بتشارك في البطوله، ومنهم 6 حكام ساحه و 12 حكم راية، بالإضافة ل 8 حكام يعني. وضمت كمان، عايز أقول لحضراتكم، الفار، تقنية الفار القايمة كانت بشكل كبير عربيا، وكان أسماء كتيرة. أنا مش عايز أقعد أقول الأسماء طبعا، ممكن إن احنا نعرضها أفضل، لكن يعني عايز أقول لحضراتكم إن قايمة محترمة في الأول وفي الآخر، كانت قايمة محترمة. وبنادت نتمنى كل التوفيق ليهم، لأن ده هيكون في الصالح العام بعد كده كريم، ده كله هيكون في الصالح العام. هي دي النقطة، أنت لما تكون حكم بتحكم تمام وما عندكش مشاكل، ما فيش شكاوى بتيجي منك، ده بيكون للصالح ليك بعد كده، حاجه في السي في بتاعك بعد كده. ونتمنى كان يبقى فعلا في محكم مصري او حكم مصري، يعني بعد كده بنشوفه في محافل دوليه وبطولات عالميه، يعني حقنا ان احنا كمان كنا نشوف ده. فهي القصه كلها مربوطه ببعض، يعني اللي بيحكم وحش او التحكيم اللي مش افضل شيء ده بيعم على الجميع، حتى على المحكم نفسه او حتى على الحكم نفسه. يعني هي القصه مش انا حكمت النهارده بشكل انا شايفه كده عاجبني وكسرت لوائح وما اتبعتش مثلا قوانين معينه والقصه خلصت. يمكن القصه زمان كانت بتخلص برضو خلي بالك، لان ما كانش بيبقى فيه محاسبه، هي دي النقطه برضو، كان ممكن عادي جدا الموضوع يعدي، وعدى على فكره كتير، احنا مش هننسى الموسمين اللي فاتوا. فانت بتتكلم في ايه؟ في اخطاء تحكيميه بتحصل بس ما فيش بعد كده محاسبه، يبقى انا وصلت لايه؟ طب صح ولا غلط؟ طبعا صح. وليه الاخطاء التحكيميه كما وكيفا على الصعيدين كواليتي وكوانتيتي الاثنين، ليه ما بنشوفهمش بنفس الكثافه اللي بنشوفها عندنا؟ ما بنشوفهاش مثلا في كاس العالم، ما كانش في مشاكل تتعلق بالفار مثلا في الدوريات الاوروبيه؟ في محاسبه كريم، في محاسبه، النوادي بترفع بتعمل مشكله وبيتم الرد عليها وبيتم محاسبه بشكل يعني تعسفي، الكلام ده بيحصل. وشفناه على فكره الموسم اللي فات في الدوري الانجليزي لو انت فاكر، لما كنا بنقول واو الدوري الانجليزي حصل فيه الفار شغال عندهم حلو قلنا ايه ده، حتى الدوري الانجليزي حصل طبعا. لكن بيحصل، وبعد ما بيحصل بيحصل بنسبه قد ايه وبيحصل بعده ايه؟ هنا بيحصل كتير جدا وبنسبه كبيره جدا ومفيش محاسبه خالص الى حد كبير.
فاكيد هيتكرر تاني، يعني امر طبيعي. طيب على كل بعيدا حاجة. بقى عن حلقه الدم اللي احنا فيها بقى لنا شويه، تعالي اخدك واخد المشاهد. انا اتضايقت والله حاسه. لا بصي هطري لك الاجواء بخبر حلو. يعني الجماعه اللي مشرفينا وبالمعنى الحرفي للكلمه اعلنت بالمناسبه بالامس رابطه اللاعبين المحترفين للاسكواش بي اس اي رسميا التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير الجاري، وجاء على النحو التالي: مصطفى عسل في المركز الأول، علي فرج في المركز الثاني، الإنجليزي محمد الشرباجي في المركز الثالث، النيوزيلندي بول كول في المركز الرابع، البيروفي دييجو إلياس في المركز الخامس، مروان الشرباجي في المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، فارس الدسوقي في المركز الثامن، مازن هشام في المركز التاسع، والفرنسي فيكتور كورين في المركز العاشر. وطبعا وجه الحساب الرسمي للاتحاد المصري للسكواش رسالة تهنئة للاعب النادي الأهلي مصطفى عسل بعد اعتلائه قمة التصنيف العالمي لهذه الرياضة. وزي ما قلنا لحضراتكم امبارح، مصطفى عسل طبعا تصدر التصنيف العالمي لأول مرة في تاريخه، ليصبح هو أصغر لاعب مصري يتصدر التصنيف على الإطلاق، وثالث أصغر لاعب على مستوى العالم يبلغ قمة التصنيف العالمي. ده طبعا نتيجة زيادة رصيده من النقاط بعد ما توج ببطولة هيوستن المفتوحة للسكواش اللي أقيمت مؤخرا في ولاية تكساس الأمريكية، حيث نجح مصطفى عسل في الفوز على مروان الشرباجي في الدور قبل النهائي للبطولة بنتيجة 3-1، قبل أن يلتقي بنظيره محمد الشرباجي ويتغلب عليه في المباراة النهائية ويحصد بالتالي لقب هذه البطولة بنتيجة 3-0 عن جدارة وعن استحقاق. أداء مميز للغاية، طبيعي جدا ومنطقي جدا ان احنا يعني نقول دلوقتي ان مصطفى عسل هو رقم واحد على مستوى العالم طبقا لهذا التصنيف. حاجة عظيمة، حاجة تشرف، حاجة تفرح. راخر عايزين نستنسخه يعني برضه هو وكل اللاعبين واللاعبات لازم يتم استنساخهم في رياضات مصرية تانية الحقيقة. هو انا بتوقع، مش بتوقع، هو اوريدي عمل ده يعني مصطفى عسل فعلا، بغض النظر والله ان هو يعني لاعب النادي الاهلي طبعا، لكن بجد الواحد سعيد. وعلى فكره لو كان لاعب نادي الزمالك، لو كان لاعب النادي الاتحاد السكندري، لو كان لاعب ايه، كنا هنفرح بيه جدا برضو لان ده مصري. فبقول لحضراتكم تاني هي دي الرياضه، وهقول تاني اللي انا قلته امبارح: لو اي نادي، اي نادي ولو منافس بيمثل مصر في الخارج هنشجعه وهنبقى في ظهره. وعلى فكره الجماهير كتير منها بتعمل ده. اللي عايز اروح دلوقتي ليه بقى، نروح للملف كمان المهم جدا اللي متابعه بقى لنا فتره، وهو خليجي 25، واللي اسعدنا جدا او اسعدتنا جدا النتيجه دي لان المنتخب العراقي حسم تاهله للمباراه النهائيه في هذه البطوله. ده لما فاز على المنتخب القطري كان بهدفين مقابل هدف. مباراه كانت حلوه جدا، فكره كمان عوده العراق. يعني انت بتتكلم ايه، يعني عوده فكره هنا الرياضه في العراق طبعا. وعودتها مره ثانيه على الساحه، وده يبث رسائل كثيره جدا طمأنينة، وان في استقرار الى حد كبير، وكل الكلام ده اللي هو ليه علاقه شويه بالشق السياسي. لكن على الصعيد الاخر، بعد توقف 44 سنه وارجع انا الدوله المستضيفه، وان انا كمان اكون منتخب قوي وبلعب بشكل حلو وبفوز، اعتقد ده برضو انجاز كبير جدا. لها كل الاحترام دوله العراق والمنتخب العراق، بصراحه عاملين شغل محترم. هم فازوا في الدقيقه 19، بعد كده يعني ادرك عندهم اللاعب عمرو عبد الفتاح التعادل للمنتخب القطري في الدقيقه 28، قبل ما ينجح كمان أيمن حسين في تسجيل هدف الفوز للعراق في الدقيقة 43 تحديدا، قدروا ان هم يفوزوا. فأعتقد حاجة محترمة جدا. وعايزة اروح سريعا مع حضراتكم لو تسمحوا لي كده سريعا جدا، نروح لمشوار برضو منتخب العراق في البطولة، لان ده مهم ان احنا نتكلم فيه. منتخب العراق كان يعني طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي، ودي حاجة بسيطة، صورة بسيطة جدا، لكن اللي كان بيتابع واتقال عنه كده هو بيتسلح بالأرض والجماهير بتاعته. فعلا قدر ان هو يصعد للدور نصف النهائي لما تصدر هنا جدول الترتيب، الترتيب بتاع المجموعة الأولى، وتفوق في تفوق فيها يعني بفارق أهداف عن المنتخب العماني، وكانت حاجة محترمة برضو. وتساوى برصيد 7 نقاط كمان، وحقق انتصار على منتخب اليمن ب5 أهداف دون رد على اليمن في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات. سبقها كمان بالتعادل السلبي مع عمان والفوز عليه، ومن السعوديه كمان فاز بثنائيه، ومفروض ان هو يلتقي يعني مع العراق، يعني هنتقي في نهايه البطوله يوم الخميس مع المنتخب العماني في نهائي كاس الخليج العربي او خليجي زي ما بيتقال عليه 25. فمشوار حلو لحد دلوقتي، وبرده هنرجع نقول انجاز يا كريم بعد توقف طبعا، يعني طبعاً انجاز حلو وكم باك حلو بعد توقف طبعاً كبير. احنا بنتكلم على ان يعني
فكره ان الرياضه تنقطع عن دوله عربيه لسنين مش قليله فكره مش لطيفه اكيد. وكمان طبعا لو خدنا في الاعتبار امنيا كانت الاوضاع عامله ازاي في العراق لفتره مش قصيره ولا قليله باي حال من الاحوال. ففعلا فكره ان احنا نرجع تاني ونشوف ان العراق بتقام على ارضها فعاليات بطوله بتضم مجموعه من الاشقاء العرب في منطقه الخليج العربي اكيد حاجه تفرحنا كلنا، لان العراق الحقيقه استوت لسنين مش قليله على عده اصعده. عموما تعالوا نعرف المزيد من التفاصيل. احنا معنا تليفون تقريبا معنا الاستاذ سيف المالكي الناقد الرياضي. يعني استاذ سيف بونجور او صباح الخير في البدايه على حضرتك. صباح الخير عليكم زملاء الكرام، تحياتي لكم من بصرة الحب، بصرة الكرم، بصرة العطاء التي أثبتت للعالم أن العراق حي لا يموت. صحيح، واحنا كلنا سعداء بصراحه بهذه العوده وسعداء بالاداء كمان على الملعب للمنتخب العراقي. وده هيبقى اول سؤال عندي استاذ سيف، يعني الكامباك الحلو ده او القوي ده والاداء المميز لمنتخب العراق سو فار او حتى هذه اللحظه بيرجع لايه من وجهه نظر حضرتك؟ خلينا نتكلم في ده بدايه الكل يعرف ان الشعب العراقي شعب شغوف بكره القدم، اذ اطلق عليه في فتره من الفترات هو برازيل الشرق الاوسط من خلال نوعيه اللاعبين والمواهب الموجوده فيه، وهو ما دعا قاده الرياضه في العراق الى تنظيم وبناء اكثر من مدينه رياضيه، منها مدينه جذع النخله في البصره التي تتسع لاكثر من 65,000 متفرج. يوم امس يعني كان يوم حافل، اذ تواجد اكثر من ضعفي عدد الجمهور الموجود في الملعب خارج اسوار الملعب، وهذا يعطي دلاله وايحاء انه العراق شعب يحب كره القدم وعاشق لكره القدم، لذلك هذا كان احد اسباب وجودنا في نهائي البطوله، الدعم الجماهيري والزخم ودعم مسؤولي الدوله، يعني الى جانب العلاقات المثاليه بين مؤسسات الدوله الرياضيه من وزاره الشباب واتحاد الكره والاولمبيه، والعلاقه المثاليه مع الاتحاد الخليجي لكره القدم، كلها اسباب ادت الى نجاح البطوله لله. رائع جدا. توقعاتك بقى لنهائي البطوله باذن الله بين العراق وعمان، يعني اكيد هتقول نتمنى الفوز للعراق، بس خليني اعرف توقعاتك كمان على الصعيد الفني. منتخب عمان ليس بالمنتخب السهل، وان تعادلنا معه في بدايه المشوار. صحيح. منتخب عمان يضم لاعبين مميزين، يضم مدرب عارف كيف يقرا المباراه فرانكو، الى جانب انه فريق شبابي يتمنى او يعي جيدا انهم في عمان ينتظرون لقب البطوله، ولكن هذا لن يمنع العراقيين من التواجد على منصه التتويج ان شاء الله. المنتخب الوطني العراقي اكمل جاهزيته لهذه المباراه فنيا وتنظيميا. نعد الجميع بان حفل الختام سيكون مبهر مثل ما كان حفل الافتتاح. ان شاء الله يا رب. العراق عائد وبقوه بعد غياب اكثر من 44 سنه. ناس كثير الحقيقه اشادت بحفل الافتتاح وقالوا انه كان مبهر بشكل كان غير متوقع الحقيقه من قبل الكثير من الناس، فلازم طبعا نهني دوله العراق على التنظيم المشرف لكل الفعاليات حتى هذه اللحظه، مش مجرد حفل الافتتاح الحقيقه. الشيء اللي يكاد يكون بخفي على اغلب المتابعين والنقاد ان حفل افتتاح خليجي 25 كان قريب من ختام وافتتاح بطوله كاس العالم، وهو ما اعطى فرصه للنقاد والصحفيين انه يقارن حفل الافتتاح في بطوله الخليج مع افتتاحيه ونهائيه كاس العالم. الكل اثنى واكاد وفرح ان حفل الافتتاح يكاد يكون تجاوز ما كان موجود في كاس العالم، وهذا ما يحرزها بالفخر والسعاده والغبطه. نعي جيدا ان حفل الافتتاح كان مبهر، وحفل الختام سيكون اكثر ابهارا ان شاء الله. ان شاء الله موفقين.
كل التوفيق استاذ سيف، واحنا متابعين على فكره يعني، اعتقد هذه البطوله متابعها ناس كتيره جدا من انحاء العالم سواء يعني عرب او غيره، ومبروك مره ثانيه علينا جميعا الاستقرار وعوده هذه البطوله بعد 44 سنه غياب. شكرا ليك جدا استاذ سيف من العراق الناقد الرياضي. حاجه حلوه طبعا. حاجة حلوة. اكيد. لا وبعدين العراق بصفه خاصه يعني عارفه الفرحه زايده حبتين. عانت قوي سياسيا يا كريم، فتره كانت صعبه جدا السنوات طبعًا الماضيه عليها، اتكلم هنا سياسيا تحديدا، فدي يعتبر او تعتبر هذه البطوله بمثابه عوده الاستقرار الى حد كبير مره ثانيه للعراق ليستحق ذلك بالمناسبه. وهرجع ثاني اقول واشيد بالجماهير العراقيه الاكثر من رائعه، يعني انا شفت بعض اللقطات فعلا مش بس الصور، جماهير تحس كانت متعطشه طبعًا لده، كان طبعًا نفسها ان هي تبقى موجوده. على فكره تتكلم 44 سنه يعني في شباب وفي مواطنين عراقيين ما حضروش ولا عمرهم شجعوا يعني، فدي حاجه مختلفه جدا يعني، اعتقد ان هي كانت بدايه موفقه جدا، ونتمنى، انا بصراحه انا بشجع العراق في هذه البطوله، اتمنى فوز العراق في هذه البطوله ان شاء الله. هناك المزيد والمزيد من التغطيات والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وبغير النادي الاهلي، بس هنطلع فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل الكلام، خليكم معنا. كالعادة بيجي دلوقتي يعني الوقت مع أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة، وهنروح لفرع نادي الأهلي بالجزيرة ومراسلتنا العزيزة سلا حامد اللي بتنورنا كل يوم عشان تطلعنا على آخر المستجدات في النادي الأهلي. سلا بونجور، وسامعينك طبعا أنا وكريم وكل السادة المتابعين، تفضل يا سلا. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. وزي ما انت قلت يا نهاوندو يعني حاليا احنا متواجدين كلنا طبعا يعني قناه الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نقول لكم ابرز الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خليني ابتدي معاكم باخبار جميع الفرق الرياضيه وفريق كره السله رجال تحت قياده مستر اوجاست ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. ويمكن امبارح رجال كره السله نهاوندو وكريم كان عندهم مباراه مهمة وصعبة، يعني يعتبر ديربي من يعني الديربيز او ماتشات الديربي في كرة السلة، كانت المباراة مع نادي الجزيرة وانتهت بفوز النادي الاهلي. يمكن طبعا بعد النادي الاهلي يعني قدم اداء متميز وقوي طوال يعني الفور كوارترز، يمكن النتيجه يعني كانت لصالح نادي الاهلي بنتيجه 83-67. والنهارده ان شاء الله يمكن الفريق مستر اوجاست ايبوش قرر انه الفريق يواصل التدريبات بشكل طبيعي ولكن في وقت متاخر النهارده على صاله امير عبد الله الفيصل، وبعد كده يعني هيستمر التمرين لحد يوم الخميس عشان بعد كده يوم الجمعه ان شاء الله الجمعه المقبله هيكون في مباراه او اخر مباراه في مرحله ترتيب الفرق من الاول للثامن في بطوله الدوري السوبر لكره السله، وهتكون المباراه مع نادي الاتحاد السكندري وتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. ده بالنسبه لفريق كره السله الرجال. النهارده كمان سيدات كرة السلة أو ملكات كرة السلة مع الكابتن طارق خيري النهارده إن شاء الله عندهم مباراة الساعة 6 مع نادي سموحة على صالة نادي سموحة في مدينة الإسكندرية. يمكن يعني سيدات كرة السلة امبارح اتمرنوا داخل مقر النادي من الساعة 2 للساعة 4، وبعد كده يعني سافر يعني الجهاز الفني واللاعبات بالكامل للإسكندرية للدخول في معسكر مغلق عشان طبعا يدخلوا في أجواء ما قبل المباراة، والنهارده إن شاء الله عندهم المباراة الساعة 6 على صالة سموحة. كمان سيدات كرة الطايرة لحد دلوقتي يعني من ساعة ما أخذوا كأس السوبر المصري لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي هم واخدين 3 أيام راحة، النهاردة هيكون تالت يوم وبكرة إن شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعية عشان يستعدوا للمرحلة المقبلة إن شاء الله والمباريات والمواجهات يعني المنتظراهم. يمكن لسه يعني انا هوندو كريم انه الجدول الفرق والمواعيد لمباريات في بطوله الدوري العام للكره الطايره لسه ما اتحددتش من قبل الاتحاد المصري للكره الطايره، ولكن ان شاء الله في خلال يعني الايام القادمه هيتحدد انه ان شاء الله النادي الاهلي هيبتدي مبارياته امتى في بطوله الدوري. ولكن يعني سيدات كره الطايره بكره هيرجعوا للتدريب عشان يستعدوا للماتش يعني اللي اتحدد ان شاء الله الفتره اللي جايه واللي هيكون دور 16 من بطوله كاس مصر مع نادي اصحاب الجياد، والمباراه تقام في تمام الساعه 6 مساء على صالة نادي أصحاب الجهاد في مدينة الأسكندرية، ودي إن شاء الله هتكون الشهر اللي جاي يوم 6 من شهر فبراير الجاي. ده بالنسبة للطايرة سيدات. كمان الطايرة رجال النهاردة إن شاء الله يعني عندهم تمرين وهيوصلوا التدريبات أيضا بشكل طبيعي عشان يستعدوا بشكل قوي لأول مباراة في الدورة المجمعة والدور القبل النهائي في بطولة الدوري العام للكرة الطايرة، واللي هتقام يعني وهتبتدي إن شاء الله يوم الخميس. أول مباراة للنادي الأهلي هتكون مع نادي سبورتنج وهتقام أيضا في تمام الساعة 6 مساء على صالة القاهرة. كمان استكمالا لجميع أخبارنا النهاردة، سيدات كرة اليد النهاردة مع الكابتن محمد عادل زولا المدير الفني لسيدات
كرة اليد عندهم مباراة مهمة ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة مع نادي الطيران، وهتقام أيضا في تمام الساعة 6 مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. بنتمنى التوفيق طبعا يعني أنا هوندو كريم لكل الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي، سواء النهاردة سيدات أو ملكات كرة السلة وسيدات كرة اليد في مباراتهم النهاردة، وكمان يعني باقي الفرق في المواجهات القادمة إن شاء الله. بالجانب طبعا لفريق الأول لكرة القدم النهاردة اللي عندهم مواجهة مهمة مع نادي سموحة في مباراة النصف النهائي من بطولة كأس مصر، إن شاء الله يعني النهاردة يكونوا قدها وتأهلوا للنهائي من بطولة كأس مصر، يعني إن شاء الله البطولة تكون من نصيب النادي الأهلي ويفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. طبعا انا معاك يا هواند ومعاك يا كريم لو في اي سؤال، والان عوده مره اخرى للاستوديو الكلمه ليكم. طبعا اتفضلي يا هواند. لا تغطية كالعاده رائعه منك ومتكامله يا سالة، بشكرك جدا اكيد انا وكريم عليها، شكرا ليك. طيب احنا هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع بقى عشان نكمل الكلام، خليكم معانا. عوده لعشرة صفحة الاهلي، اهلا بكم مره ثانيه واهلا بكم في اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. طبعا النهارده النادي الاهلي عنده ماتش مهم جدا مع سموحه في نصف نهائي كاس مصر الساعه 6 بعد الظهر ان شاء الله، مباراه اكيد هتكون قويه، يكفي بس ان هي ماتش اقصائي فبطبيعه الحال الفرقتين عندهم نفس الدوافع فاكيد هيكون ماتش قوي. عايزين نتكلم مع حضراتكم عن الفنيات وعن الاداء المتوقع وكمان التشكيل المتوقع للفرقتين، وده اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في حلقتنا النهارده الاستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات على حضرتك واهلا بيك. بونجور. والله لسه كنت هقولها. لا انا اللي اقولها انا بقى المره دي. لا انا اللي اقول بونجور، اتعودت عليها خلاص. انا بقول في البيت بونجور وفي كل حته بونجور. اقول لك على حاجه ساعه مش فاكر كنا امتى في مره من المرات، فكان زميلنا عويس كان معانا اظن عبر سكايب لو انا مش غلطان او كان مكالمه كان في قطر فقالت حته جمله انا هود بترحب بيه بونجور مسيو عويس. انا قعدت تاملت الجمله دي قلت يا على تاتشات الرقي بتاعتي طبعا. فبونجور على حضرتك. بونجور عليكم جميعا وببقى سعيد وانا معاكم. الفقره الحمد لله انا بشوف رد فعل بتبقى يعني فيها مرح وفيها فكاهه وبالمعلومات اللي احنا بنقولها نورنا دايما. ربنا ان شاء الله تكون حلقه خفيفه على الناس كلها ان شاء الله. بص بقى مسيو عبد المنعم احنا هنخش في التيل على طول بقى في عندها عداله في التوزيع. هنخش في التيل على طول. توقعت المباراه ما بين بيراميدز والزمالك تكون كده؟ انا توقعت المباراه تكون يعني تكون يعني فيها نديه وفيها تكافؤ شديد. اولا بيراميدز نادي مليان نجوم ده بلا شك، والزمالك مليان نجوم، بس الزمالك بقى له فتره فنيا مش على المستوى. طبعا مش هتكلم كتير عن المباراه والفنيات، هنتكلم على ان المباراه يعني حملت مفاجاه بالزبط. حملت مفاجاه لكل الناس. يعني بيراميدز دايما معودنا في ماتشاته مع الزمالك، لا انا يعني دايما زمالك وبيراميدز، لا الزمالك هو اللي بيكسب دايما بيراميدز، معرفش ليه بصراحه، يعني اسباب فنيه اسباب نفسيه اسباب اي اسباب، لكن في النهايه كل ماتشات الزمالك مع البيراميدز الحسم دايما فيها الماتش الزمالك، ما عدا ماتش من حوالي كان 3 سنين الزمالك انتصر، لكن البيراميدز انتصر، لكن المره دي الامر مختلف تماما. صدمه كبيره جدا لجمهور الزمالك، صدمه فنيه، صدمه قبل ماتش القمه مع الاهلي. انا يعني انا بصراحه مش عارف في ايه، يعني اذا كان الزمالك في مشكله ففي مشاكل كتير جدا في فضيله القمه، يعني خلي بالكوا حضراتكم مهما احنا في نقابه الاهلي لكن برضو في مشاكل فنيه في النادي الاهلي، خلينا نقول اللي لينا واللي علينا، لكن في كل الاحوال ده يؤكد ان فاكرين لما جينا الحلقه اللي فاتت وقعدنا نتكلم وامتى نتطور وامتى نبقى مستوانا مختلف وامتى نغير من الناس بتاعه كاس العالم وامتى يبقى عندنا الفنيات مختلفه يبقى مديرين فنيين. ما لقيناش اجابات على فكره، احنا قلنا امتى بقى اتكلمنا، وعلى فكره ما فيش اجابات، ده بل بالعكس المستوى يزداد سوءا سواء على صعيد الصعيد الفني او على الصعيد الجماهيري او على الصعيد الناس اللي هم المدربين اللي بيقعدوا خلف الخطوط. انا مش شايف فيه تقدم، مش شايف فيه اي كرامات. الدوري مش انا يعني مش مباريات ومباريات، الدوري فيه ده على الصعيد التحكيمي ولا حضرتك بتتكلم على اي صعيد؟ على كل الاصعده. خليني بقى ايه مستويات الفنيه يعني انا مش عاجباني اصل راي حضرتك بيختلف معاه البعض، مثلا من ضيوفنا اللي جم قبل كده قال لك بالعكس انا حاسس الدوري مثلا هذا الموسم افضل بكتير، لان انت عندك تقريبا كل الانديه عملت صفقات جديده، والصفقات الجديده دي اتى ثمارها على الارض بشكل يعني رائع جدا لبعض الفرق زي مثلا اسوان، زي على فكره سموحه بالمناسبه برضو. ففي فرق مع اللي حصل سموحه جايبه 6 اهداف في 13 موسم،
ما انا بقول لحضرتك الكلام يعني مش لازم السكور على فكره. طب ما هي اسوان لعبت ماتش حلو جدا مثلا مع الزمالك، هل كانت اسوان مع الزمالك عمرها كسبت بهذا الشكل؟ بص 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 في تطور حصل لبعض الفرق مع الصفقات الاخيره لو بتاع الميركاتو اللي كان الصيفي، فخلينا نتفق ان برضو في فرق الى حد ما افضل هذا الموسم، ولا انت كم تختلف في ده؟ لا انا بختلف في حاجات بسيطه، بمعنى يعني تجربه اسوان اختلفت مع الرمادي، اختلفت تمام مع الرمادي، لان الرمادي ليه ظروفه الفنيه اللي خليته يوصل بالفرقه الى هذا المستوى. اوكي. الرمادي عنده النو هاو زي ما بتقال، يعني حاجات مختلفه عنده، هو محلل اداء ومدرب في نفس التوقيت، عنده ابعاد كتير جدا وبتدخل في كل حاجه، فده اللي فرق مع اللعيبه وخلاهم يبقوا في وفيوتشر يمكن كمان افضل. هذا فيوتشر اللي ما استغلش فرصه ان اهل القمه مش في المستوى المطلوب، يبقى حاجه مش هتجيله فرصه احسن من كده، لان هو دلوقتي في المركز الثاني وبينافس على وبينافس على القمه، وعنده سكواد عالي جدا، عنده لعيبه كويسين جدا، وعنده مدير فني ممتاز. ارجع واقول انا مش عاجبني الاداء في كتير من المباريات، في كتير من المباريات، يعني انا شايف مثلا البنك الاهلي مش في مستواه، المقاولين عنده طفره ماشي مع شوقي غريب عنده طفره، الاهلي انا النادي الوحيد او الفريق الوحيد اللي محيرني النادي الاهلي بصراحه. مباراه حلوه قوي، مباراه مستوى ولعيبه يعني على اعلى مستوى ومدير فني مصنف، لكن اللعيبه ما بتقبلش الهدايا بتاعه المنافس التقليدي الزمالك. المبدا ده بيحصل ليه؟ يعني بعيدا عن النادي الاهلي، الفكره دي في حد ذاتها لما تكون عندك كل الكروت الرابحه زي ما بيتقال ما بتربحش ليه؟ المبدا ده بيحصل ليه في راي حضرتك؟ بص، هي بترجع لثقافه لعيبه. أنا اللعيب المصري ما بيستهونيش، بحس إن الطفرات اللي في اللعيب المصري أو الدماغ اللي فيه مش دماغ احترافية بتخليه يوصل. لسه برضه متأثر بكأس العالم واللي شافه كأس العالم أعلى مستوى. لا لا والله لا، مش مستوى كأس عالم. أنا دي أمنيتي للدوري المصري، إن نبتدي من تحت. من تحت فين؟ قطاعات الناشئين. قطاعات الناشئين دي عندنا فيها مشاكل كبيرة جدا، ولو اتكلمت من هنا لبعد بكرة هنقول بلاوي بتحصل في قطاعات الناشئين. قطاعات الناشئين دي فيها ازمات كتيره جدا، ما فيهاش اهتمام، ما فيش الاختيارات السليمه، في مع الاسف الشديد مديرين فنيين همهم الاول والاخير انك انت، يعني مش عايزين نتكلم محسوبيات ورشاوه وفلوس، واللي معاه فلوس بيلعب واللي ما فيهوش بيتقيد، حاجات كتيره جدا لو حبينا نتكلم هنتكلم، لكن خلينا نقول ونركز على ان قطاعات الناشئين في مصر مع الاسف الشديد ما فيهاش الاهتمام الكافي، الاهتمام الفني، فيها وساطه، فيها محسوبيه، اللي معاه فلوس بيدفع، اللي معاه مش عارف ايه يدخل، مفيش اللاعب. ما انت لو بصيت للدوري يعني ده بشكل عام من وجهه نظرك. انا بقول الكلام ده وانا مش من وجهه نظري، انا عارفه انه على مسؤوليتك، بس انا بتكلم ده رؤيتك. يعني هي رؤيه انا شايفها سوداويه شويه. لا 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 مش رؤيه على فكره، ممكن يكون بيحصل، انا ما بقولش ما بيحصلش، بس مش بهذا الكم برضه استاذ عبد المنعم. الرؤيه دي بتبقى ناتجه عن تكوين كلام، بقول رايي، لكن لا، انا الكلام ده معلومات. انا دوست في الناشئين واتكلمت في قطاعات الناشئين ورحت وسالت ورحت وشفت، فاكتشفت ان القاعده مع الاسف فيها مشاكل. هقول لحضرتك على حاجه، بما ان الملف ده ملف مهم جدا، ان هو اللي هيتبني عليه طبعاً كل اللي جاي طبعاً، ولو في مشكله حاصله في القطاع ده عموما يبقى احنا عندنا مشكله كبيره في اللي جاي. اكيد. فهستاذن حضرتك تعالى في مره نعمل يعني موافق. لقاء موافق. مستقل للتفصيله دي موافق. لما فيها من تفاصيل كتير. تعالى بقى نرجع مره ثانيه لماتش النهارده والاهلي وسموحه، ورؤيتك الماتش ده هيكون ماشي ازاي؟ رؤيتي الصعوبه فيه في طارق العشري. طارق العشري قدام الاهلي بيعمل يعني هو مدرب كويس، لكن ملوش حظ في النادي بتاعه. النادي على فكره هو طارق العشري من اسكندريه طبعا، وساكن جنب سموحه، فمالوش حظ مع سموح حتى الان، النتائج لم تساعده، وهو في مشاكل بينه وبين الاداره، فرج عامر ضده، بعض المجالس الاداره معاه، فهنا عنده مشاكل مش فنيه، مشاكل نفسيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طارق العشري قدام الاهلي بيعمل ماتشات جامده جدا، اخرهم طلع الجيش في نهايه كاس الموسم اللي قبل الماضي، الاهلي كسب فيه بركلات الترجيح. انا ازمتي او ازمه الاهلي في المباراه دي مع طارق العشري. طارق العشري كسب قبل كده السوبر من الاهلي، وكسب كاس مصر من الاهلي على ما اعتقد، وكسب قبل كده هو المدير الفني الثاني على ما اعتقد اللي استطاع انه يكسب بطولات بعد حسام البدري في مصر كمدير فني يعني. فلا، المباراه صعبه، المباراه محتاجه ان لعيبه الاهلي تبقى فايقه، محتاجه ان لعيبه الاهلي ترجع
مرة تانية لعيبة النادي الأهلي اللي كل الجمهور بيثق فيها، كل الجمهور بيشوف إن هم لعيبة عندهم يعني أعلى مستوى. يعني أنا ما أعرفش إيه ليه لعيبة الأهلي أنا حاسس إنهم بعاد، ليه المشكلة فين بالظبط؟ لا هل بعاد إيه؟ في العموم ولا حضرتك بتتكلم عن الأزمة اللي هي يمكن أو المشكلة المتكررة معانا الموسم ده جاية معانا يعني الموسم الجديد، وهي الفينال أو الفاينل تاتش اللي كتير اتكلموا عنها؟ بقى تتكلم بال كلمينا بالعربي اللمسات الأخيرة. أيوه كده يا ما اللمسات الأخيرة ماشي. طيب وارد الخارج ده برنامج عالمي يا استاذ عبد المنعم، ده برنامج عالمي برضه قدامك برضه وحضرتك شخص عالمي الله. لا بصي انا مستغرب ان النادي الاهلي دايما كان لما الزمالك يخسر او نفس التقليد بتاعه يخسر مباريات كان هو بيخلص المباراه التاليه وبيكسب المباراه وبيفرق كتير، لكن الزمالك كان بيتعادل او الاهلي الزمالك بيتعادل والاهلي كان بيخسر نقاط، ودي الازمه اللي انا ما اعرفش فيه ايه اللي حاصل فنيا في النادي الاهلي واللي مخلي اللعيبه مش في مستواها. انا شايف ان لعيبه الاهلي لم تقدم حتى الان 50% مستواها، ابتعاد مستوى ايه السبب؟ انا عايز احط مقارنه إيه؟ بايه بس انا همشي بحضرتك نقطه نقطه، مقارنه بالموسم اللي فات ولا مقارنه ب 2020 مثلا والثلاثيه عشان نبقى فاهمين؟ مقارنه بمستوى اللاعب نفسه من ساعه ما جه النادي الاهلي، اي لاعب في النادي الاهلي موجود حاليا في النادي الاهلي تبص على مستواه في المرات اللي فاتت هتلاقيه مختلف تماما. محمد شريف هداف الدوري من سنتين، اين محمد شريف؟ محمد شريف ربما بعد رحيل موسيماني الاداء شويه اختلف، لكن انا مثلا هختلف معاك في قفشه، انا اشعر ان قفشه رجع تاني. ما جيتش ناحيه قفشه، ما احنا هنمسك لاعب لاعب. انا اتكلمت لا مش لاعب لاعب. انا بقول أفشا. انا بتفق معاك بدا يرجع والطريقه اللي انا شايفه انا سوري بختلف معاك ان لا ان في لعيبه رجعت، يعني في بلعيبه انا بشوف ان هي رجعت بشكل كويس. 13 مباراه الشناوي نفسه الدولي. انا شايف ان هو بقى متالق زي الاول، جت على فتره على الشناوي ما كانش الافضل يعني اللي احنا نعرفه، لكن الشناوي دلوقتي اعتقد ان هو مستوى هتختلف معايا ووشك كده بيقول لا 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 خالص والله لا 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 عموما اكيد الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه كل احوال. انا شايف النادي الاهلي مستوى كوجه عام بشكل كامل لا مش المستوى اللي الجمهور راضي، يعني حتى قياسا على السوشيال ميديا ما خلينا نقول الحقيقه، طبعا الناس اكيد شايفين المستوى على فكره هي وجهه نظر طبعا. انا شايف ان النادي الاهلي مستوى اللعيبه مش المستوى اللي كانوا عليه قبل كده. هل رؤية حضرتك دي ممكن تخليك تبقى الآن من ماتش زي ماتش سموحة النهاردة أو لقاء الديربي يوم السبت الجاي إن شاء الله أمام الزمالك في البطولتين سواء دوري أو كاس؟ يعني هل مخاوفك دي خايف إن هي ممكن تنعكس في الماتشات اللي جاية؟ أنا بنقل مخاوف الشارع وفي نفس التوقيت انا بشوف السوشيال ميديا بتتكلم ازاي. طبعا السوشيال ميديا مقياس حقيقي لما يحدث، مش كل الامور فيها لا انا عارف والله، بس السوشيال ميديا انعكاس كبير جدا ان في جمهور بيحب النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي، فبالتالي شايف ان في لعيبه مش في المستوى، لعيبه محتاجه يداس عليها شويه بلغه الكوره عشان خاطر ترجع لمستواها تاني. لعيبه الاهلي عندها امكانيات فنيه وبدنيه قادر انها تقود النادي الاهلي الى يعني منصات التدريب وترجع بقوه، لان الاهلي عنده استحقاقات مهمه، عنده ماتش النهارده ماتش اقصائي وماتش بطوله طبعا. انت عندك فرصه انك تستعيد البطوله غايبه عندك من السنه اللي فاتت وعندك البطوله الدوري شغال فيها وعندك كاس عالم للانديه وعندك ماتش مهم ماتش القمه، كل الحاجات دي اختبارات حقيقيه للاعيبه الاهلي انهم يرجعوا ويستعيدوا مستواهم، وده جمهور الاهلي بيستناه. خلي بالكم ماتش يوم السبت ده ماتش يمكن انا يعني انا في تصوري بعمل موضوع في الاهرام الرياضي ان من الماتشات القليله جدا ان نشوف فيها الفرقتين وهما بعيدين تماما عن مستواهم اللي احنا نعرفه، والمباراه دي هتكون فرصه كبيره جدا ان الفرقتين يستعيدوا فيها مستواهم، يستعيدوا فيهم اللعيبه، يستعيدوا فيهم لعيبتهم ومستواهم. ده مش قاصر على الاهلي بس، أنا الزمالك نفس انا الحكاية. فاهمه بس انا هختلف برضو اختلاف سريع وبسيط. انت النهارده شغاله تختلفي معايا، انا جاي اختلف بقى. لا الاستاذ كريم هو ما بيختلفش. كريم يعني هنعمل ايه كل واحد له سبحان الله. لا انا هختلف بصراحه لان انا مش هتكلم عن نادي منافس او نادي اخر، بس لو انا حاجه اتكلم عن النادي الاهلي انا من الناس من الجماهير اللي شايفه ان الاداء هذا الموسم افضل بكتير من الموسم اللي فات. انا لا شايفه لا البدايه لا لا لا. ثواني بس طب اكمل عشان تختلف. اسمعني عشان تختلف. انا شايفه ضربه البدايه معانا هذا الموسم محليا وافريقيا كانت اكثر من رائعه مقارنه بالموسمين، مش الموسم بس اللي فات. انا شايفه بدايه المباريات السنه دي 2023 كانت بدايه اكثر من رائعه برضو مقارنه بالموسمين اللي فاتوا. ماشي. انا شايفه ان النادي الاهلي لو انا هقارنه بالنادي المنافس التقليدي بتاعه انا شايف ان اداؤه هذا الموسم افضل فنيا بكتير.
تمام. احنا قلنا على فكره قلنا الموسم اللي فات هم كانوا متالقين، ما هو الحق يقال. لا ثواني هخلص اهو. هذا الموسم الاهلي وان كان ليس على المستوى اللي احنا متعودين فيه عليه قبل كده، لكن انا شايفه ان في تحسن كبير جدا حصل مقارنه بالموسمين، ولازم ان احنا ندي الحق ده للعيبه بتاعتنا. ده رايي وانا حميل لهذا الراي بصراحه. اختلافك ده وده ليس دفاعا والله، اختلافك بوجه عام، لكن في حاجات بسيطه حضرتك مش واخده بالك منها. طب اتفضل قول لي عليها. الموسم الماضي الاهلي في بداياته في العشر مباريات الاولانيين كان اعلى مستوى، ونتائجه مقارنه بالنتائج اللي دلوقتي الاهلي كان افضل السنه اللي فاتت، بدليل الفوز على الزمالك 5-3، بدليل الانتصارات المدويه اللي كانت شغاله في الاهلي. فقد يعني جزء كبير جدا من مستواه في نهايه الموسم، بدليل ان الزمالك او النادي المنافس خد البطوله في النهايه، لان الاهلي فنش بشكل غير جيد. الاهلي السنه دي ممكن اتفق معاكي بسنه بسيطه فيها. لا اسمعك اللي هي ايه؟ ان الاهلي السنه دي يعني ممكن يمشي بصوره او يسير بصوره تدريجيه الى المستوى المطلوب، وده اللي بيستناه جمهور النادي الاهلي. يعني الاهلي ما بداش بقوه زي السنه اللي فاتت، ولكن جمهور الاهلي متفائل ان عدم البدايه بقوه يعني اكيد هتكون النهايه افضل، ما يكونش زي السنه اللي فاتت. شايف ملامح لكده؟ شايف ملامح للتراك اللي هم ماشيين؟ شايف ملامح لده. الملامح لدي ايه؟ انت عندك اللعيبه بتستفز، اللعيبه الجمهور في ظاهره صحيه جميله جدا، مش جمهور النادي الاهلي دلوقتي اللي بيدافع عن لعيبه النادي الاهلي مجرد الدفاع وخلاص. خلي بالك الجمهور الوعي بتاع الجمهور انه يفوق اللعيبه، مش يداري على المشكلات والازمات الفنيه، ودي اهم نقطه تكون في اي جمهور. واعتقد ده واصل للعيبه نفسها بس. كمان طبعا واصل يعني، وعارفين ان في بدليل اللقطه اللي كتير من الناس وقفت عندها بما فيها احنا شخصيا في 10 الصبح في الاهلي، اللقطه اللي كان بيحتفل من خلالها قفشه بالهدف اللي سجله وقلع التيشيرت وحطه على راسه وطلع يجري بيه على جماهير النادي الاهلي وبيشاور بايديه على راسه في رساله، يعني او تقدر تقول رسائل متبادله ما بينه وما بين الجمهور. معنى كده ان اللعيبه مدركين ان في مشكله معينه زعلت الجماهير، فبالتالي بيسعوا لمصالحتهم. جمهور الاهلي يعني من 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 ساعه ما وعينا على الكوره دايما دافع اساسي للعيبته، دافع اساسي للنتائج الرائعه، دافع اساسي للمدير الفني بيخليه في مستوى مختلف تماما. طب. حتى لو مستوى المدير الفني مش على المستوى المطلوب، لكن انت كمان عندك مشكله مع المدير الفني؟ لا انا بقولت المدير الفني مش كولر يعني. لا انا بتكلم بصفه عامه. دايما ان الاهلي جمهور الاهلي بيسند فرقته، سواء لعيبه سواء ايه سواء اداره فنيه، فده اللي بيخلي اللعيبه بتحس بنبض الجمهور. ليه؟ لو اللعيبه حضرتك زي ما بتقولوا دلوقتي حاسين بانه في غضب، حاسين ان في مشكله، منين؟ مين هيقول لهم؟ اللعيبه هتقول لنفسها ولا الجمهور؟ انعكاس جمهور، انعكاس جمهور، وده اللي يفرق مع اي نادي، وده اللي هيفرق مع النادي الاهلي، ده اللي هيفوق لعيبه الاهلي ويخليهم. هو عموما المنطق ده الى حد كبير نقدر نقول ان هو متحقق في علاقه لعيبه النادي الاهلي بالجماهير. بالظبط. يعني ارجع اقول لحضرتك بدليل اللقطه اللي شفناها من شويه القفشه، يعني بالظبط الرسائل بتوصل من الطرفين. بص اللعيبه حاسه انها مش في مستواها، وكل واحد بيحاول يرجع بنفسه، فالرجوع لكل واحد بنفسه الى مستواه ده هيخلي الجماعيه ترجع مره ثانيه، وهيخلي كل واحد يقوم بدوره. انا شايف بنظرتي المحايده للنادي الاهلي ان كل واحد دلوقتي بيشيل مسؤوليه نفسه. انا كلاعب عندي مشكله فنيه، مش قادر اوصل لمستواي، فمش قادر اكلم غيري، مش قادر اكلم اللي جنبي. انت مستوى لا مش ما اقدرش اقول للعيب انت مستواك مش حلو، او امارس دوري ككابتن، او امارس دوري كخبره، او امارس دوري اكبر منك. الامور مش واصله. انا بتكلم دلوقتي فنيا، وده على فكره عادي جدا. ليفربول شوف المركز الكام. انا ما عنديش مشكله ان احنا ننتقد ابدا، بس أنا او حضرتك تقول رايك طبعا. بس انا مختلفه شويه، لان انا مشكلة. طبعا تمام. انا بقول انا مش شايفه هذه النظره السوداء. انا شايفه في تحسن أنا مش سوداء. كبير أنا على المستوى الفني. انا شايفه بالعكس في لعيبه كتيره افضل هذا الموسم. انا موافق على ده، وفي تركيز اكتر، وعلى فكره عدم الضغط اللي موجود كان الموسم اللي فات مدي شويه اريحيه للعيبه، والكيمستري ما بين اللعيبه كويسه. انا ده اللي انا شايفاه بصراحه. بتقول ايه؟ في تحسن يعني كبير معناها ايه؟ وملحوظ. طيب يعني معناها ان التحسن ده بياتي بعد ايه؟
بعد اكيد مستوى مش مناسب. وقلنا ده الموسم اللي فات. تمام حضرتك كده بتوافقيني، بس حتى لو كانت موافقه مش كليه بس موافقه جزئيه. انا قلت على الموسم اللي فات. لا انا قلت على الموسم اللي فات. لا الموسم اللي فات انا بختلف معاكي فيه. البدايه مع الاهلي كانت النقطه دي عشان هي خدت الوقت الاطول. اه ماشي ماشي وماله، احنا عايزين كمان نوصل معاك لماتش الاهلي والزمالك. وماله، ما انا عايز اروح لفكره بس هنا يعني النقطه اللي هي فكره الانتقاد اللي بيوجه لبعض اللعيبه وفي اسس معينه، ومنها وانا اتفق في النقطه دي. تاني هرجع اقول اللمسات الاخيره ربما ازمه عندنا في كان الموسم اللي فات واللي قبله ولسه لحد دلوقتي موجوده، ودي اللي هتفق مع حضرتك فيها لان هي لسه كولر يمكن ما لقاهاش حل. احنا شفنا فرص ضائعه كتيره، يعني بالزبط. الفرص الضائعه بتاعتنا لسه ما زال النادي الاهلي بيضيع فرص كتير. دي النقطه اللي احنا انا نفسي اعرف حلها ايه لو عندك اجابه. لا الحل دي حل فني، حل نفسي وفني. المدير الفني بياتي باللاعبين، المشكله فين؟ هي لو المشكله نفسيه هيتكلم معاهم، لو مشكله عدم ثقه. ما هو في لعيبه فقد الثقه، يعني محمد شريف انا فقد الثقه من ساعه ما كان في المنتخب الاول، فقد الثقه ايام كيروش ما شفناش محمد شريف اللي هو محمد شريف. قفشه نفس الحكايه، قفشه هو بيرجع زي ما حضرتك بتقول عشان ما تزعليش، لكن في ناس كتير في ناس كتير جدا. حمدي فتحي هو فين؟ انا مش شايف مستواه، يعني عمرو السوليه بدا يرجع لمستواه مره ثانيه. في لعيبه بترجع بمستواها وفي لعيبه لسه محتاجه اللعيبه الثانيه اللي رجعت مستواها تاخد بايدها عشان توصل. عاده ايه اللي بيبعد اللاعب اللي العادي بتاعه والمعتاد منه حد ادنى مرتفع من جوده الاداء؟ ايه اللي بيخليه اي لاعب عموما يبعد بشكل كبير عن العادي بتاعه للدرجه دي؟ حاجات كتيره، عدم التدريب الجيد، وده ما اظنش انه موجود في النادي الاهلي طبعا. اكيد في التزام، والتزام بالمواعيد والتزام بالتدريبات، ادي حاجه. امور نفسيه، ما اظنش ان في لاعب في النادي الاهلي برضو عنده امور نفسيه، ممكن تكون حاجه خارجه عن محيط كره القدم، امور اسريه، امور يعني بعيده عن النادي. اكيد يعني ما اعرفش، لكن في النهايه انت قدام حاله غريبه. يعني انا لو الحاله دي ليها توصيف اكيد كان انا ممكن اوصف لك حاله منهم. اقول لك احنا لعبنا فتره طويله وما كانش عندنا غير سكواد ثابت، ما كانش عندنا بديل، وفكره ان انا كلاعب ما عنديش بديل، وقلنا النقطه دي قبل كده، ده بيدي لحد ما مش يعني مش هقول اريحيه، ولكن عدم في الطمانينه ان انا حتى لو ادائي ليس الافضل انا ممكن ما اتبدلش، انا مش ممكن حد يجي ياخد مكاني. احنا قعدنا فتره ما عندناش البديل المناسب لمراكز كتير. ارد على دي قبل ما انسى؟ اتفضل. اظن هذا الكلام لا يسر على النادي الاهلي. ليه؟ لانه في النهايه انت بتلعبي وسط ضغط جماهيري، وسط ناس مستنيه مستواكي، يعني ما فيش واحد هيظهر مستوى وعارف نفسه انه هيلعب وهيأدي بصوره مختلفه وجمهور وراه مش هيسيبه. ما انا قلت لك في البدايه ما هو مش هيسيبه حاجه، وان انا برضه كمدير فني يستغنى عني حاجه ثانيه، وده شفناه في سكواد الدائم بتاع موسيماني. يعني معلش كان في سكواد عندك دائم، وعلى فكره الكلام اللي انا بقوله ده مش رايي الشخصي، انا بقول لحضرتك بنقل وجهه نظر. طيب وكثير من النقاد تحدثوا في هذه النقطه، وعلى فكره في ضيوف عندنا اقترحنا عليهم هذه النقطه واتفقوا وقالوا فعلا دي كانت مشكله، ان انت كلاعب لو مطمن مش هيبقى عندك بديل في اي وقت، لو مستواك مش كويس هترحل، ده بيدي ممكن عدم احترافيه في اللعب او عدم تمكن في اللعب، بغض النظر عن الجماهير اللي هي لازعه في انتقادها وان هي بتبقى دايما ضاغطه. ده موضوع مفروغ منه. انا مع الاحترام الكامل لكل الاراء اللي اتقالت، لكن انا بتكلم على اني لا، دي الامور مش في النادي الاهلي. النادي الاهلي الجماهيريه، والنادي الاهلي اللي متشاف بصوره كبيره، والنادي الاهلي اللي كل الناس بتنتظر مبارياته، وكل لعيب يتم تقييمه بشكل او باخر في كل مباراة. هو ده عالميا على فكره، مش علاقه بالنادي الاهلي. ماشي. هو ده ماشي. مبدا عالمي. انا طول ما انا عارف ان انا ماليش بديل، سواء طيب. بقى لعبت حلو او وحش، انا مش هيبقى فارق معايا لو انا ما عنديش هدف في اللاعب نفسه. ما هو ده اللي انا بقوله. لا ما هو خلي بال حضرتك، مالهاش دعوه بالنادي الاهلي او غيره. يعني ماشي، ما الطعن يبقى ده في قصور في فكر اللاعب نفسه. انا لما اعرف ان ورايا، طب ما هو انا مستواي هيقل، وفي نفس التوقيت اكيد يعني الجمهور هيشتمني، اكيد الجمهور مش هيكون راضي عني، اكيد هخسر مكاني في المنتخب، اكيد هخسر حاجات كتيره جدا، مش عامل سكور عالي، مش هجيب اهداف. الحاجات دي كلها المفروض اي لاعب يفكر قبل 100 مره، حتى لو كان معاه بديل او ما عندوش بديل. لا لازم اللاعب نفسه يفكر في نفسه. نرجع تاني لماتش النهارده. نرجع لماتش النهارده. نفسي نعرف من حضرتك رؤيتك للمباراه النهارده هتمشي ازاي على صعيد الفنيات، في ضوء الكلام اللي بيتقال حتى هذه اللحظه، في ضوء كل اللي حضرتك تفضلت بيه، شايف بالتالي ماتش الاهلي مع سموحه النهارده هيكون عامل ازاي؟ وشايف بالتالي ماتش الاهلي مع الزمالك يوم السبت الجاي ان شاء الله على اختلاف البطولتين بطبيعه الحال هيكون عامل ازاي؟ ماتشات الكاس صعبه،
وصعوبتها بتاتي ان زي حضرتك ماتش اقصائي، ما فيش فيه يعني فرصه للتعديل. فطبعا النادي الاهلي مطالب قدام سموحه بانه يحسم المباراه مبكرا، دي حاجه. الحاجه الثانيه، كولر عنده مفروض خطط بديله للخطط اللي بيعملها، او لخطط طارق العاشر اللي هي دايما بتعتمد على الدفاع البحت ثم الهجمات المرتده، وده بيجيدها طارق العاشر، وعنده لعيبه على فكره يقدروا ينفذوا ده. وفي حاجه مهمه جدا بالنسبه لهم هم يعني سموحه بيحاول، طارق العاشر بيحاول، عايز يعني مره واحده كده يخرج من المشكله اللي هو فيها والازمه الفنيه اللي هو فيها، فبيفكر تفكير كبير جدا بانتصار على حساب النادي الاهلي. لكن لا، انا شايف النادي الاهلي، خلي بال حضرتك، خروج المنافس التقليدي امبارح على الانبي عادي بيراميدز هيخلي الامور مختلفه تماما بالنسبه للنادي الاهلي. واكيد اكيد انا شايف رؤيتي ان هو النادي الاهلي هيكسب. يعني اللي حصل ده كان في صالح الاهلي كان في صالح امبارح معنويا، معنويا للنادي الاهلي. خلي بالك حضرتك، تم انتقاده اكثر من مره في الدوري، منافسك التقليدي بيخسر نقطتين، بيديلك المجال تكسب وتفرق، انت عندك ما بتعملش ده. حاله الاهلي وسموحه بطبيعه الحال، نظرا لان هو ماتش اقصائي وفي كاس، فطبيعي الفرقتين عندهم نفس الحافز. بس قد يكون كمان عشان اللي حضرتك اتكلمت فيه من شويه، مساله اللي حاصل ما بين كابتن طارق العشري والاداره في النادي، ممكن ده يخلي عنده حافز اضافي انه لازم يسيب بصمه يخرج من خلالها من المشكله اللي هو فيه ده. بالظبط. لكن في النهايه لو بصيت للمقارنه الفنيه، لا، كفه الاهلي ارجح بكتير طبعا. كفه طارق العشري بتتمحور حول نقطه واحده، هي الدفاع البحت ثم البحث عن الهجمات المرتده، هم بيجيدوها بشكل كبير جدا. الاهلي طبعا اكيد عارف هيعمل ايه، كولر عارف هيعمل ايه، عنده اللعيبه القادره انها توقف كل طموحات سموحه، لان سموحه زي ما قلت لحضرتك محتاج يخرج من المشكله اللي هو فيها. والاهلي كمان قدامه مباراه مهمه جدا، المباراه دي توطئه لمباراه اليوم السبت طبعا، ومهمه جدا قدام كولر. كولر قدامه فرصه كبيره جدا انه يكسب، اكيد بالنهارده يكسب بطوله تانية، او في طريقه لمكسب بطوله تانية، وده يوطد اركانه مع جمهور النادي الاهلي بعد السوبر. وفي نفس التوقيت انت هتخش بشكل مختلف على ماتش الزمالك، وماتش الزمالك دي طبعا معنويات مرتفعه، على الاقل معنويات مرتفعه تماما. منافس عنده مشاكل فنيه بالنسبه لك، وعنده مشاكل نفسيه اكتر بالنسبه لك، الماتش الاخير اللي كان في السوبر في الامارات اكيد بيدي دافعيه للنادي الاهلي، اكيد بيدي دافعيه لعيبه النادي الاهلي انها تنتصر. وخلي بالك من نقطه مهمه، فوز الاهلي على الزمالك يوم السبت اللي جاي معناها باعتراف زملكاويه كتار جدا بيقولوا ان الفريق الدوري منه هيعمل حوالي، هبقى فارق قد ايه، 7 نقاط، هيبعد اكتر، هيبعد أكتر. بس اهم حاجه عشان برضو ما نرجعش نختلف تاني، ان الاهلي يحافظ على مستواه بقيه المباريات. لانه خلي بال حضراتكم يا جماعه، في حاجه مهمه جدا، الدوري صعب السنه دي. ليه؟ زي ما قلت في تنافسيه شديده معاكي ان كل الانديه عندها قائمه من اللاعبين اللي كلهم اسماء كبيره، ومع هذا ده ما منعش حضرتك ان انت تقول من شويه ان انت شايف ان معظم الانديه مش في مستواها العادي. طب منين صفقات مع جديده؟ للاسف الشديد صفقات، لمجرد صفقات، حتى الان صفقات ما ظهرتش بالشكل المناسب. انا شايف صفقات ما ظهرتش بالشكل المناسب، والانتقالات اللي حصلت في الصيف ما اتتش بمردودها الكافي على الانديه. في انديه يعني انديه تحت خالص، وانديه بدات زي المحله كانت في القمه رجعت تتراجع مستواها مره ثانيه. سموحه مستواها يعني مش المطلوب. الاسماعيلي بينافس على بوط، الصفقات اللي شفناها 30 صفقة، والكلام على المنافسه على الدوري، حاجات كتيره جدا. هو بس ده بيحصل كل مره على فكره، يعني فكره ان هو الترتيب او التصنيف، ما هو ده بيحصل كل مره. تلاقي كده بعض الانديه بتصعد بعد كده بترجع تاني، والمثلث اللي هم بيراميدز والزمالك والاهلي دايما بيبقوا هم في الصداره. الموسم ده عندك فيوتشر بقى الوضع معاه مختلف شويه، بتلاقي بعض الفرق اللي بتلاعب الانديه الكبرى مستواها بيبقى افضل بكتير عن المواسم اللي فاتت، فده بيدل على تطوير او في اختلاف شويه بشكل ايجابي هذا الموسم. انا شايف ما نقدرش نقول برضو إن كلامك مظبوط، بس من الناحيه الشكليه انا نفسي اشوف اتكلم فنيات هنا او تصنيفات. من الناحيه الشكليه التدعيمات جيده جدا ورائعه جدا، وكل نادي استطاع ان يضم لعيبه كتيره جدا، لكن المستوى في بعض المباريات، لو شفت حضرتك في اسبوع من الاسابيع من الاسبوع العاشر كان في 10 اهداف فقط، 9 مباريات في 10 اهداف، فين المستوى ده؟
فين التنافسيه شديده، في اسبوع تاني تلاقي التنافسيه عاليه، في اسبوع تاني تلاقي يعني التذبذب. حضرتك بتقول عدم مستوى. الاستقرار هو ده اللي بتعترض عليه او شايفه؟ ده اللي هو مش مظبوط. ان عندك المفروض يكون عندك قائمه كامله من اللاعبين الجيدين، المفروض انا يبقى استثمر ده، يبقى مستواي ثابت طوال الموسم، او ممكن يبقى في ضرب عندك مباراه في مش مباراتين، مش ضربات شغاله، والاستثناء هو ان انا اكون كويس. عايزين كمان نعرف راي حضرتك بعد ما تم الاعلان عن مشاركه كهربا ان شاء الله الفتره اللي جايه، يعني شايف برضو الاضافه اللي ممكن تتحقق بوجود كهربا في ارض الملعب، ايا كان الخصم مين وايا كانت مباراه ايه اللي بنتكلم عليها؟ بكلمك على الفكره نفسها بغض النظر بقى عن الخطابات والكلام اللي بيتقال، حقيقه مشاركته مش حقيقه مشاركته. طبعا الجواب اللي جه من اتحاد الكوره امبارح بيجوب بكل حاجه ويعفي الاهلي من اي مسؤوليه تماما تماما. الاهلي ما عندوش اي مشكله خالص، المشكله كلها في اتحاد الكوره دلوقتي اللي طلع الجواب بها ايه، بان كهربا يحق له المشاركه. كهربا جعان كوره بقى له 461 يوم على ما اعتقد، يعني داخل في سنتين ما لعبش كره قدم، دلوقتي عايز يثبت للناس ان هو اكيد، يثبت لنفسه، يثبت للجمهور، يثبت لكل اللي بيتفرج على كره القدم او كره القدم المصريه انه لعيب فعلا لا غنى عنه في النادي الاهلي. هو فعلا لعيب لا غنى عنه في النادي الاهلي، اهم حاجه بس يركز في المباراه. واكيد جدا اكيد طبعا في حصلت اجتماعات، وسيد عبد الحفيظ قعد معاه اكتر من مره، ركز في مباريات، ركز في مباريات، اكيد جات لك الفرصه، ركز في المباراه وتمسك بيها، ركز في الملعب، واكيد لما يكون لك دور فاعل في المباريات اللي هتشارك فيها ويكون لك مساهمات كبيره جدا، ده هيأكد ان عدم لعبك مع النادي الاهلي وايقافك الفتره الطويله دي كانت خساره بالظبط للكره المصريه، خساره للنادي الاهلي، خساره ان الجمهور يستمتع بهذا النجم الكبير طبعا. اللي هو بيقدر يصنع الفارق. خلي بال حضرتك لو كهربا موجود في مباريات كتيره جدا للنادي الاهلي فاتت كان حسب مباريات كتيره، لان هو لعيب سريع ولعيب مهاري ويقدر طبعا يصنع الفارق في اماكن مش متوقعة. اسمه كهربا، ليه كهربا؟ عشان هو بيكهرب الدنيا، لعيب كويس جدا، لعيب انا شايفه من اللعيبة اللي هتصنع الفارق مع النادي الاهلي، بشرط واحد بس انه يركز في الملعب، لانه عدم تركيز في الملعب هيخلي الضغوط تزيد عليه. هو اتعلم بقى الحتة دي، يعني لو هنتكلم المفروض فيها يعني اعتقد ده بقول لحضرتك 451 يعني يوم بعيد عن الملعب طبعا. كان نفسي اتكلم معاك استاذ عبد المنعم في ملف التحكيم جدا، لان انا كنت عارفه انك هتقول كلام بمنتهى الصدق يعني، مفيش وقت طبعا، بس هو بيقولوا لنا للاسف كمان الوقت خلص، بس احنا لازم يكون لينا لقاء او حتى مداخله نتكلم معاك بصراحتك بقى المعهوده. لا انا عندي اراء، انا كنت هقول مفاجآت بس خليها بقى في وقت تاني. ملحوقه برضه ان شاء الله، تنورنا قريب باذن الله ونفتح معاك الملعب. نشكرك على وجودك معانا النهارده جزيل الشكر، ونشوفك على خير يا استاذ عبد المنعم. وعلى فكره انا بحب الاختلاف جدا، يعني انا بحب الناس تختلف عشان ناخد وندي، هنقعد نتفق في كل حاجه ده هيبقى حتى ملل، صح ولا ايه؟ ما هو في، بص ما فيش حاجه ثابته ابدا في حياتنا ابدا، مفيش حاجه ثابته، الاختلاف ده شيء وارد وطبيعي، الاختلاف حياه، علشان خاطر لو في مشكله نصلحها، لو في حاجه كويسه نبني عليها، ده اهم حاجه. ده كلام نورت الدنيا كلها. شكرا جزيلا. نروح فاصل مع حضراتكم ونرجع للفقره الثانيه، هتكون معانا ندى وليد لاعبه الفريق الاول للكره الطايره بالنادي الاهلي، وحديث مطول عن هذه الرياضه تحديدا والكواليس كمان لناس كثيره جدا من حضراتكم اكيد ما عندوش معلومه عنها. فاصل نرجع نكمل. هنتكلم في الفقرة دي عن فتيات الطايرة اللي قدروا باستحقاق وقدروا بجدارة ان هم حققوا لقب السوبر الافريقي على يعني حساب نادي الزمالك، وهنتكلم بقى عن الكواليس. طبعا الفكرة في نفسها او البطولة في نفسها حاجة كانت رائعة وكلنا كنا سعداء بيها، لكن ورق هذه قصة النجاح زي ما بتقال والاستعدادات وغيره والكواليس حاجات كتيرة جدا يمكن ما نعرفهاش او ما بنشوفهاش على الشاشة. ده اللي احنا عايزين نعرفه من ندى وليد لاعبة الفريق الاول للكرة الطايرة اللي منورانا النهاردة بطبعا النادي الاهلي، ونعرف منها الكواليس بقى اكتر. ندى بونجور عليكي، واللي انتوا حققتوه في الفتره الاخيره طبعا اكثر من رائع، انا وكريم اكيد حابين ان احنا يعني بعد ما نصبح عليكي نتكلم فيه اكتر. طبعا صباح الخير ليكم كلكم. صباح الفل. البطوله دي كانت طبعا هتفرق لنا قوي، لان احنا في بدايه السيزون وهو الزمالك ما كانش معانا، احنا كسبناه من الصيد والفرق كانت قويه قوي، يعني الصيد وسبورتنج ودجله من يعني من اقوى ثلاث فرق بعد الزمالك طبعا، فاحنا ادينا ده دافع لينا ان احنا نبدا السيزون دوت ببطوله علشان نعرف الدوري وكاس وافريقيا، ولو دخلنا بطوله عربيه ان احنا نعرف ناخدهم ونكسب كل البطولات. فطبعا ده كان حاجه كبيره قوي لينا ان احنا نبدا كده ببطوله يعني. اكيد طبعا. طب خلينا بقى في الاول خالص ناخد معاكي الموضوع من اوله، من اول ما ابتديتي تمارسي هذه الرياضه، وخلفيه برضو عنك وعن دراستك، يعني احكي لنا كده شويه عن نتعرف عليكي اكتر، وبعد كده ندخل بقى معاكي في التفاصيل الفنيه والبطوله واقوى المباريات اللي خضتيها والى اخره.
هو انا دخلت فولي طبعا عشان عيلتي كلها بتلعب فولي من وانا صغيره، بابا كان لسه بيلعب يعني، فكنت بروح معاه التمارين بقى بمسك الكوره وانا 5 سنين يعني، مش حاجه اقعد اجري بيها وكده، فطبعا يعني لازم هيدخلوني فولي، بابا وماما يعني بيلعبوا فولي. بس بدات لعبت سنه مع بابا في الطيران، بعدين بقى بعديها على طول قالوا لي لا لازم تروحي الاهلي وبتاع، انت شكلك هتبقي كويسه لما تكبري وبتاع، كنت دايما قصيره فلا انت هتبقي ليبرو كويسه يعني. بس فرحت الاهلي، وبعدين بقى قعدت من وانا عندي 8 سنين لحد دلوقتي بلعب في الاهلي. اقوى ماتشات ليا طبعا، لا في كتير قوي يعني، بس اكتر ماتش مثلا مش هقدر انساه افريقيا في 2018 الفاينل افريقيا، ده من اقوى ماتشات ليا بصراحه يعني. ولما كسبنا الفاينل كنت اول مره العب افريقيا، كان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. دراستي بقى طبعا انا خريجه من اكاديميه بحريه تجاره. اوكي، اكاديميه بحريه تجاره، حلو. عندك طموح تشتغلي حاجه ليها علاقه بالدراسه دي ولا كانت كليه وخلاص؟ لا نفسي خلاص. طبعا نفسي، بس مع الفولي صعب قوي يعني، احنا بنخش معسكرات كتيره قوي، فاي حد بيشتغل عندها في الفرقه لازم بيترفض، فانا نفسي بس يعني الاقي حاجه اقدر اوازن بينها مع الرياضه يعني. هو انت اصلا ندى يعني شايفه قدامك كام سنه كمان ممكن تفضلي في بتمارسي رياضه كلاعبه، وهل بعد كده عندك طموح مثلا تدربي او حاجه زي كده ولا مش في دماغك؟ لا هو انا ممكن يعني كمركزي ممكن اكمل 10 سنين كمان او اكتر كمان يعني، وحتى في مراكز تانية في ناس ما شاء الله سنها كبير وبتلعب كويس، على حسب كل واحد يعني هيقدر جسمه يستحمل ولا لا. دي ميزه نسبيه في الفولي بول عن غيرها من الرياضات اللي طبعا. في مساحه ان حد لو تقدم نسبيا في العمر برضه يبقى موجود وبقوه، مش ايوه طبعا ده، فده بيفرق يعني، بيفرق كتير قوي ان انا خلاص انا ممكن اركز في تماريني وافضل اقعد لحد 40 سنه ما فيش اي مشكله، في كتير كده يعني. انت دلوقتي سنك كام؟ 23 يعني، 23. بعد كام يوم 23 ان شاء الله. حلو كده. طيب. بعد كام يوم انت طيب كل سنه وانت طيبه يا رب. طيب بصي يعني الكره الطايره لو هنتكلم عنها تحديدا بالنادي الاهلي، زي ما بتقال كده زيجزاج او ابس اند داونز يعني، شويه كان في تالق جدا وشويه بيحصل دروبات كده، بتبقي مش فاهمه برضو ده راجع لايه، بس ما بيبقاش المستوى بتاع الفريق عندنا الافضل. بس الفتره الاخيره لو هتكلم على السيزون ده تحديدا، عشان كده بدات الفقره وقلت لا في مجهود اكثر من رائع وفي كواليس وقصص احنا ما بنشوفهاش يعني. فكره الفوز هنا في نصف النهائي كمان على الزمالك، المباراه كانت على فكره تنافسيه شديده جدا وكان اداء من ناحيتنا قوي جدا، وقدرنا ان احنا نسيطر على مجريات المباراه بشكل كبير. فبرضه ده لازم تكلمينا شويه عنه، المباراه مش بطوله كده وخلاص او حاجه كانت سريعه، لا كلمينا اكتر استعداداتكم قبل المباراه كانت عامله ازاي، الفكره برضه هنا ايه اللي كنتوا متخوفين منه من المنافس يعني، الحاجات اللي احنا ما بنشوفهاش. هو احنا عامه قبل بطوله السوبر دي احنا كان مستوى كنا الحمد لله بنكسب، بس ما كناش احسن حاجه، بنتمرن كويس جدا، الفرقه كلها كويسه جدا، بس بنيجي في الماتشات زي بيحصل لنا دروب، وطبيعي لان في اول سيزون ده احنا بنلعب بعناصر ما كانتش يعني كانت معانا ما بقتش موجوده، فبقينا نلعب بعناصر ثانيه بنديهم خبرات يعني عشان هم صغيرين. بس حاولنا نلم نفسنا قوي قبل البطوله دي، لان دي البطوله الوحيده اللي هنقدر دلوقتي نبين ان احنا كويسين، عشان احنا كان بقالنا فتره الناس عماله تقول لا مش هم دول اللي كانوا بيلعبوا زي زمان وبتاع. بس ف قعدنا مع بعض وكنا بننزل مع بعض كتير قوي نتكلم مع بعض بالذات في المعسكر البطوله ديت، ان احنا لازم نرجع هيبتنا اللي هو احنا برده لسه بنكسب، بس احنا عايزين نكسب باحسن شكل. جينا في الماتش بتاع سبورتنج ما كناش احسن حاجه، بس الحمد لله ربنا يعني احنا بعد ربنا طبعا احنا وقفنا اللي هو لا احنا لازم نكسب، مش مهم خالص النتيجه بس احنا لازم نكسب. وبعد كده هنرد ان احنا لا احنا لسه كويسين. بس عدينا طبعا ماتش سبورتنج ده، كان بعديها ماتش دجله اللي هو السيمي فاينل، قلنا ان احنا سيمي فاينل كيكا دايما حتى لو فرقه اضعف من اللي هنلعبهم فاينل بيبقى اصعب بكتير يعني. طبعا سيمي فاينل ده بيبقى صعب جدا أكيد. حتى لو الماتش كان سهل طبعا. بس دخلنا يعني اول شوط ما كناش احسن حاجه، بس خلاص بعد اول شوط احنا كابتن حمدي وقف معانا اللي هو لا احنا في غلطات كذا وكذا وكذا، وادانا كل واحد هيعمل ايه. نزلنا من الشوط الثاني بقينا حاجه ثانيه، كسبناه على طول 3-1. والفاينل برضو احنا قعدنا مع بعض قبل الفاينل، احنا يعني احنا كنا التارجت بتاعنا عندنا غل، لا احنا عايزين نلعب كويس قوي عشان ما حدش يقول علينا كلمه وحشه. نزلنا فاينل تقريبا ده كان احسن ماتش لعبناه من اول السيزون. هل الاحتراف خطر لك على بال؟ يعني دايما أكيد. الاحتراف بيراود ذهن اي لاعب في اي رياضه. طبعا عفوا، فهل خطر لك على بال موضوع الاحتراف؟ هل جات لك عروض؟ هل سعيتي لكده؟ ولا ما فكرتيش في الموضوع؟ لا هو ما بيجيش عروض دلوقتي يعني، صعب قوي ان يجي من مصر يعني عروض، وبالذات في المركز الليبرو، لان دايما سوق الليبرو بيبقى اقل كتير قوي من الضريبه. بس انا طبعا نفسي يعني لو حاجه دي كانت متاحه قدامي طبعا اكيد هختار. طب ليه سوق الليبرو اقل من الضريبه؟ لان
يعني بيبقى سهل ان انت تعمل في ناديك ليبرو كويس. يعني مش بتبقى حاجه صعبه لان انت مش محتاج طول، مش محتاج تصنيع ضريب كويس. ده اللي مش بيبقى مش اصعب لان انت بتحتاج طول وبتحتاج مرونه مع الطول، فمش بتبقى سهله قوي يعني. اوكي. مين لو اتكلمنا، تبصي في اي مجال دايما بيبقى فيه مثل اعلى، انت هل بتتابعي لو احنا بنتكلم عن الاحتراف بتتابعي يعني هذه الرياضه على المستوى العالمي؟ هل في مثل اعلى معين انت بتحاولي، مش لازم تبقي زي على فكره، مش شرط المثل الاعلى يبقى بالكوبي بيست، بس بتشوفي نفسك توصلي للليفل ده معاه؟ طبعا في ليبروهات بره كتير قوي كويسين قوي. ليبرو البرازيل دلوقتي البنت كويسه قوي، ليبرو ايطاليا دي انا بجد انا دايما بتفرج عليها من كتر ما هي شاطره قوي، فبحاول اتعلم منها، بتفرج على التكنيكس بتاعتهم. وفي ليبرو برضو اريك برضو الرجال، لا كويس قوي يعني، دول الصراحه بتفرج عليهم كتير يعني. فطبعا دايما بنتكلم على، بس يمكن الكلام ده بيبقى اغلب الاحيان بيكون مع لعيبه الكوره، لكن اكيد المبدا ينطبق على كل الرياضيين اللي لابسين تيشيرت النادي الاهلي. دايما بنتكلم على ان تيشيرت النادي الاهلي هي مزيج من حاجات حلوه كتير، اكيد فيها فخر وشرف كبير، اكيد فيها مسؤوليه كبيره، يعني هي تسعد وتقلق صاحبها. فاهم قصدي؟ ايوه. انت بتستشعري القلق اكتر من تحملك لمسؤوليه ان انت لابسه تيشيرت النادي الاهلي اللي ليه جماهير عريضه في كل مكان، واللي بيدعم واللي بيعمل كل حاجه عشان يعني يساند الفريق بتاعه، ولا مستمتعه بده اكتر وسعيده وفخوره بده اكتر؟ يعني انهي مشاعر اللي بتبقى طاغيه عليكي اكتر؟ هي الاثنين طبعا. يعني الواحد بيبقى حاجه صعبه قوي ان في تقريبا ملايين بيتفرجوا عليك في الماتش عشان هم شايفين انتوا احسن ناس، او شايفين انت دي احسن في مركزها، فبتبقى قلق شويه ان هو بس انا خايفه اخيب ظنهم بس مش اكتر. لكن هي طبعا بتبقى حاجه شرف لينا قوي، واي حد يتمنى انه يلعب في النادي الاهلي طبعا يعني. طيب انا عايز اسالك على حاجه برضو، لان دي موجوده في بعض الرياضات المختلفه او كانت زمان مقارنه بدلوقتي. يعني زمان مثلا اتكلمنا قبل كده مع كباتن كانوا في كره اليد، منتخب اليد، وقال لك زمان ما كانش فيه الفكر الاحترافي، دلوقتي يمكن الاجيال الجديده واخده حظها اكتر او عندها فرص افضل ان هي يجي لها فرص احتراف وغيره. السؤال دلوقتي انت بتقدم لك عروض زي كده او لا؟ بس فكره هنا ان الانفتاح وفكره اعطاء الفرص والاحتراف في الخارج وبعد كده ترجعي بالخبره المختلفه، خلينا نقول برضو مختلفه، لمصر، اكيد ده هيفرق في تطوير هذه الرياضه على كل المستويات. فلو احنا بنتكلم ان اتفتح تاني باب الاحتراف، انت وكم حد تاني ممكن من الفريق يبقى حابب، لو انت طبعا تحكي لنا، احنا ما نعرفهمش كلهم على المستوى الشخصي، مين حابب ان هو يخوض هذه التجربه؟ وبعد ما تخوضيها هترجعي تاني لو حصل ولا لا؟ خلينا برضو نعرف ان كنت الصراحه. ايوه. لا هو فرقتنا في كتير يعني، تقريبا الفرقه كلها طبعا عايز تحترف يعني. وفي طلعوا، في سهيله وفي طلعت، وفي في فرح عز هتطلع السنه الجايه، في طبعا اي الشامي جالها عروض بس هي ما قدرتش تسيب النادي الاهلي في وقت من الاوقات يعني. دي حاجه بصراحه احنا بنشكرها قوي. بس في وشروق كانت قالت ان هي جالها برده، بس فكذا حد طبعا لو جاله عامه هيطلع. وبعد ما يخلص احتراف طبعا بيرجعوا النادي الاهلي على طول، لو النادي الاهلي احتاجهم بيرجعوا تاني. فهو اللي حسن دلوقتي الناس بقت تحترف لان الاهالي خلاص بقت منفتحه اكتر. وهي يعني زمان ما كانش زي دلوقتي، دلوقتي خلاص عايز اللي هو البنت ممكن تسافر تروح وتقعد لوحدها، فده اللي حاساه بقى دلوقتي اكتر يعني. يعني اكسبتد من المجتمع بالزبط. كمان بشكل صح، فده اللي فرق طبعا دلوقتي. طيب كره الطايره النسائيه في مصر بشكل عام، مش هكلمك على الاهلي ولا على اي نادي بعينه، بكلمك بشكل عام، كره الطايره النسائيه المصريه واصلة لفين على مستوى العالم؟ احنا فين بالمقارنة بمنتخبات المنتخبات النسائية في كرة الطائرة في دول العالم المختلفة؟ احنا فين بالمقارنة بيه؟ العالم لا احنا بعاد بصراحة. ليه؟ يعني يمكن عشان المعسكرات ما بتبقاش كتيرة يعني، احنا مثلا بنتجمع قبل بطولات العالم قبلها مثلا بشهر، فلا مش بنعمل اعداد صح يعني. بره طبعا غير ده، بيعملوا اعداد طويل قوي وبيسافروا معسكرات بره، ما فيش هنا كده. طب ايه اللي منعنا ان احنا نعمل الاعداد المماثل؟ يعني هل في مشاكل معينه ماديه مثلا في الاتحاد؟ يعني الدنيا ليه احنا عطلانين في الحته دي؟ دي الصراحه حاجه انا ما اعرفهاش يعني، بس هو ده اكتر حاجه بتفرق يعني، لان احنا عندنا عناصر كويسه قوي تقدر يعني تشارك وتلعب وتنافس كمان في كاس عالم، احنا بقى لنا كتير ما بنخشش كاس عالم يعني. فاعتقد ان دي حاجه مش عارفه بصراحه، حاجه تبع الاتحاد ما اعرفش.
مشكلة على فكرة كبيرة دي طبعًا. لما يعني خسارة عارف يبقى عندك بوتنشال حلو في رياضة ما واللعيبة نفسها وهيفرق معهم بشكل كبير جدا، تيجي تلاقي نفسك ما بتعملش الاستعداد تماما المطلوب منك، فالواحد ما بقاش فاهم. تتكلم مع الصعيد الثاني مع الاتحاد ما مش اتحاد معين يقول لك ما احنا بنحاول نزلزل العقبات ونعمل كل اللي علينا علشان اللعيبة بتوعنا، فالواحد ما بقاش عارف يعني فعلا يعني فين الازمه عشان نحلها. عارف انت لو تحط ايدك على ازمه ما انتش عارف تحط ايدك على ازمه، كل حد من جنبه بيبرر او بيقول ان هو عامل اللي عليه، فانا من الناس اللي مش فاهمه بصراحه ده بيحصل ليه. طيب هل حاولتوا تلاقوا حلول؟ معلش انا هنخش معاكي في تفاصيل اكتر بس ده دوركم برضو. هل حاولتي تلاقي حلول انت او غيرك في الفريق؟ انا بتكلم هنا كمان على صعيد المنتخب مش الفريق اكيد. احنا بنحاول نعمل علينا يعني حتى بالمدربين واللعيبه، حتى لو احنا مثلا عندنا 10 ايام بس احنا بنحاول نعمل كل حاجه احنا نقدر نعملها، بس طبعا في الاخر مش يعني كافيه. بالظبط، بس في الاخر بنحاول يعني. طيب غير الاهل، يعني احنا قلنا ان الوالد والوالده كانوا طول عمرهم بيلعبوا كره طايره، مين اصحاب فضل عليك بعيدا عن الوالد والوالده؟ مدربين، كل مدربين اتمرنت معاهم طبعا. يعني من اول مدرب اتمرنت معاه لحد اخر مدرب كلهم هم اكتر ناس ادتني يعني دافع وان انا ما اخافش وان انا اتمرن كويس قوي. فلا طبعا مدربين كلهم، يعني مش عايزه انسى حد لان هم مدربين كتير. رائع جدا. طيب ناخد التليفون لو التليفون جاهز. طيب احنا معانا كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول سيدات للكره الطايره بالنادي الاهلي. يا كابتن حمدي صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي، ومبروك الانجازات الجميله اللي بتحصل في الفتره الاخيره دي. صباح الفل يا كريم، اهلا وسهلا، وصباح الفل عليكم وعلى قناه الاهلي وعلى جماهير الاهلي كلهم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. كنا بنتكلم من شويه على تفصيله ان اكيد اي انجاز بيتحقق سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد القاري او على الصعيد الدولي بطبيعه الحال ما بيجيش كده بشكل عشوائي، لازم يكون وراه خطه ممنهجه محطوطه وبلان معينه كل القائمين على المنظومه بيمشوا عليها. فعايزين نعرف من حضرتك يعني سر الخلطه اللي وصلنا للنجاحات الكتيره والكبيره اللي احنا بنتكلم عليها في الفتره الاخيره. الحمد لله طبعا كل مقومات النجاح متوفره في النادي الاهلي الحقيقه من خلال اداره ناعمه جدا لفريق الكره الطايره سيدات في النادي الاهلي. تاريخ كبير لفريق الطايره في النادي الاهلي سواء على المستوى الافريقي والعربي والمحلي، سيطره شبه كامله يعني في بالذات في اخر 9 سنوات، بطولات كبيره. اداره النادي الاهلي طبعا حاسه بالفريق ده وشايفه ان هو فريق مميز فبتدعمه بكل الطرق من خلال تدعيمات وتوفير كل الامكانيات وتعاقدات وتوفير امكانيات للعيبه واحسن اللعيبه للفريق. بالاضافه طبعا عندنا قاعده ناشئين مميزه كل فتره بتطلع علينا طبعا كذا بتنضم للفريق، والحقيقه يعني النادي مش مقصر مع الفريق يعني في التذكارات بتاعته. تمام. طيب الصوت بيقطع شويه ولا ايه؟ كابتن حمدي بس طبعا صباح الخير على حضرتك، بس هو الصوت شويه بيقطع بس عشان حضرتك تبقى عارف. على كل حال انا عايزه اروح مع حضرتك برضو انا وكريم لنقطه مهمه اللي يمكن ندى دلوقتي اتكلمت معانا عنها، وهي بقى على الصعيد هنا المنتخب. لحضرتك برضو تفيدنا لو لديك معلومه، لو هتكلم على المنتخب هو ليه انا لا اعد المنتخب بتاعي بشكل يعني يليق علشان اقدر اقول ان انا عالميا شويه تصنيفي كويس، لان احنا حسب معلوماتنا برضو احنا في حتة اعتقد بعيدة جدا. لا بالنسبة للمنتخب السيدات في مصر الحقيقة يعني ابتدى الاهتمام بيه مؤخرا، المفروض يبقى يتوفر له امكانيات كبيرة، اعداد كويس جدا، تخطيط كويس الفترة الجاية، لان احنا الحقيقة على مستوى الافريقي بقالنا فترة بعيد عن الرياضة الافريقية، فمحتاجين ان احنا نرجع نسيطر تاني على افريقيا عشان نشارك في المحافل الدوليه. وبرضه حته الاهتمام ان الاختيارات اللعيبه تبقى احسن لعيبه واكثر لعيبه مميزه موجوده في مستوى مصر تبقى موجوده، الحاجات دي مهمه جدا عشان نقدر نحقق نتائج كويسه يعني. نتمنى. جميل. نتمنى ده. طيب احنا بنتكلم مع ندى عن اللي فات، عن البطولات اللي فاتت، عايزين نعرف من حضرتك بقى اللي جاي ان شاء الله واستعداداتكم لما هو قادم، بتستعدوا لايه الفتره دي؟ الحقيقه بس في الاول انا عاوز اسلم على ندى واشيد بيها، لعيبه مميزه جدا في مركز الليبرو في اخر 3 4 سنين تقريبا من احسن الليبروهات في مصر وافريقيا، وبتقدم على النادي الاهلي اداء عالي جدا ومنتظر منها الفتره الجايه كتير برضه ان شاء الله باذن الله يعني. بالنسبه للمستقبل طبعا احنا في النادي الاهلي عندنا
مشاركات نهائيات الدوري والكاس وان شاء الله البطوله الافريقيه. فبنامل ان شاء الله ان احنا الفتره الثانيه نستعد لها كويس قوي بحيث ان احنا نرجع تاني لبطولتنا المفضله البطوله الافريقيه باذن الله. جميل، موفقين يا رب ان شاء الله. وبرضو دعوه مفتوحه بقى لحضرتك تيجي تنورنا ان شاء الله بشخصك الكريم عشان نتكلم معاك في كل التفاصيل. ان شاء الله شرفنا يا كابتن، شرفنا. ربنا يخليك يا فندم، ومره ثانيه مليون مبروك، وان شاء الله اللي جاي يكون اقوى كمان من اللي فات. كان معانا كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول سيدات للكره الطايره بالنادي الاهلي، وفي جمله كده اتوجهت لك اكيد بتحملك مسؤوليه كبيره. اه طبعا، يعني هو كابتن حمدي واثق فيا يعني زي ما بيقولوا ثقه عمياء، فطبعا ده بيبقى طبعا ضغط، بس لا يعني انا عايزه اثبت لكابتن حمدي ان حضرتك اختيارك صح، وان انت قد يعني انا فعلا قد المسؤوليه دي. الضغوطات اللي هقول النفسية أو فكرة هنا برضو إن الواحد يبقى نفسيا مستعد، أصل هو اللاعب بيبقى فني ونفسي نفسي. فالعامل النفسي شوية عندنا في مصر على صعيد كل الرياضات ما بيبقاش واخد الاهتمام الكبير. لكن أنا هسألك عن تحديدا معاكم في الطايرة، فكرة إن أنا مثلا أخسر مباراة، أخسر بطولة، الكامباك اللي لازم أكون فيه، بعض المشاكل اللي ممكن تكون على فكرة ملاش أي علاقة باللعب مثلا أو النادي، ليه علاقة بحاجات شخصية، كل ده لعيبة على كل الأصعدة بتمر بيه، إزاي أنتوا بتقدروا كفريق؟ حتى أنا مش هتكلم مع المدير الفني او مع الكابتن، انا بتكلم انتوا ما بينكم كفريق وبعض، ازاي ممكن ان انتوا تساعدوا بعض والكواليس اللي بتحصل فنيا ما بينكم علشان تقدروا تساعدوا بعض على الصعيد هنا النفسي؟ هو طبعا النفسيه دي اهم حاجه، يعني تقريبا دي بتبقى 50% من المستوى بتبقى نفسيه. صح. فيعني لو لقيتي فرقتنا على طول مثلا بعد اي خساره، احنا بجد اليوم مثلا احنا النهارده خسرنا، بالليل تلاقينا كلنا على الجروب عاملين نتكلم، لا وخلاص ولا ما حدش يتضايق، ان هو اخرك اتضايق النهارده تاني يوم تبقي واحده تانية، يعني تشجعوا بعض اكتر جدا يعني. لان احنا كان احنا بنات، النفسيه بتاثر علينا قوي يعني، بس فبنقعد نتكلم مع بعض لحد ما نتقابل في التمرين تاني يوم. تاني يوم بقى ننزل في التمرين، طبعا الجهاز الفني بيقعد معانا، بس احنا بعدين بقى بنقعد مع بعض، لا القعده بتبقى غير، اللي هو كل واحده تقول اللي عندها، لو حد متضايق من حاجه يقول، بنقعد اللي هو نشجع بعض يعني. بيبقى في ناس طبعا بيأثروا اكتر من ناس يعني، بس فالناس اللي هي بتبقى على الاقل شخصيتهم قويه شويه ان هم مش بيتاثروا قوي، هم دول اللي بيساعدونا يعني. بس فاحنا لا بنساعد بعض قوي بصراحه. نقطه مهمه جدا، لان كمان احنا بنفتقد في مصر، وهتكلم في مصر على صعيد الرياضات المختلفه، مش كله عنده اللي هو الاستشاري النفسي، يعني المفروض كل فريق وكل منتخب يبقى عنده استشاري نفسي، بس ابتدى دلوقتي ده يتغير. دلوقتي في النادي لكن بيدخل بالظبط، نتمنى ان ده كمان يعمم على كل الرياضات، لكن مش ما كانش فيه الاهتمام قوي بالشق ده، كان زي ما انت كنت بتتكلمي كان ذاتي شويه كده، احنا مننا في بعض كنا بنحمس بعض، فلا ده شق اعتقد في الخارج بقى، لو احنا هنتكلم ونقارن نفسنا بالخارج الدنيا مختلفه تماما، يمكن ده اهم المدير الفني كمان في بعض الاحيان، دي حقيقه. لو في اسره بتتفرج على اللقاء ده دلوقتي وعندهم بنوته صغيره هتبتدي تمارس رياضه، او هم هيبتدوا يوجهوها على ممارسه نشاط رياضي ما ولسه مش محددين، تنصحيهم بايه عشان تقنعيهم ان هم يخلوا بنوتتهم الصغيره تمارس الكره الطايره تحديدا؟ ايه عناصر الجذب اللي انت شفتيها طبقا بقى للي فات من عمرك في الرياضه دي؟ انا بالنسبه لي الكره الطايره دي بصراحه بكل صراحه احسن رياضه للبنات بالذات، لان الهاندبول اكيد بتشوفوا بجد هم يعني فيها شويه التحامات التحامات كتيره قوي، والباسكت نفس الحاجه، بس الكره الطايره لا، انت بتبقي في فرقه وفي كتير مجموعه مش فرد واحد بس، تقارب فيزيكال بينك وبين المنافسين بالظبط، فالموضوع اسهل كتير، اصاباتها بتبقى اسهل الى حد ما، طبعا في اصابات كبيره بس احسن كتير. الرياضه لا، هي الكره الطايره رياضه حلوه قوي يعني، احسن من رياضات كتير بصراحه، هم يزعلوا مني بس يعني ده رايي يعني. انت البيت عندك يا ندى بما ان هم كلهم رياضيين تقريبا يعني، او جاي من عيله رياضيه، فالثقافه شويه بتبقى مختلفه، ما بيبقاش زي مثلا حد اهله ما لهمش علاقه بالرياضه وابنهم هو اللي بطل، فبيبتدوا شويه برضو لا ذاكر اهم، لا دراستك اهم، لا شهادتك اهم، لا جوازك اهم، حاجات زي كده موجوده في بعض البيوت، لكن اكيد ما كانش ده موجود بشكل كبير عندك في البيت. لا طبعا مش موجود بشكل كبير خالص يعني، هو لا خلاص ركزي في الفولي مثلا، لو في ايام عندي امتحانات اعرف اجلها لا اجليها، بس روحي الماتشات، روحي تمارينك، ده الموضوع بالعكس يعني. يعني اللي هو لا طبعا، عشان هم شايفين ان لا ده مستقبل برضو يعني. صح. بس لو طول ما انت ماشيه في دراستك مش مقصره فيها، خلاص اعملي اللي انت عايزاه بره يعني في الفولي يعني. طب المقابل المادي برضو خلينا نتكلم في الشق ده، يعني لو انا هقارن نفسي برضو بالكره العالميه او الرياضه العالميه،
او العالم بيبقى فيه مرتب، بيبقى فيه جوائز بقيمه ماليه كبيره، بيبقى فيه دعم، عشان كده هناك ما بيبقوش فارق معاهم قوي الدراسه او الشغل، لان انت من الرياضه انت ممكن تعمل فلوس كويسه. هل ده بينطبق هنا على المستوى المحلي او المنتخب؟ اه طبعا، دلوقتي الدنيا فرقت قوي عن زمان. دلوقتي بقى هو احتراف، لان خلاص كل واحد بياخد مرتب كبير كويس. فاللي هو احنا ده عامه بقى احسن من الشغل دلوقتي. فاه طبعا يعني ده متوفر ليكوا. اوكي، يعني دخل شهري مثلا ومع البطولات الجوائز بتاعتك. برايك كده حلو. طموحاتك بقى وصل فين؟ بتحلمي بايه ونفسك ايه اللي يحصل؟ هو اكتر حاجه دلوقتي انا يعني ان شاء الله نفسي ناخد الدوري والكاس وافريقيا، ونفسي بعد افريقيا نكسبها ان شاء الله نروح كاس العالم للانديه. دي اكتر حاجه نفسي يعني احضرها قبل ما ابطل بصراحه. ان شاء الله يتحقق الحلم يا رب ان شاء الله. طيب احنا وقتنا بيخلص صح كده؟ احنا وقتنا خلص. خلص بالفعل. انا عندي مشكله مش عارف اسمع الزملاء جوه، بس بسيبك انت، حسيت والله حسيت يا رحوان. نشكرك على وجودك معانا يا ندى، نورتينا. شكرا ميرسي. شكرا يا ندى، وبالتوفيق ان شاء الله. واعرفي حاجه بجد، ان اي بطل في النادي الاهلي بيعمل اي انجاز مع الفريق او حتى يعني على مستوى كمان العالمي، احنا بنبقى احنا اللي حققنا الانجاز ده. فبجد استمروا، ربنا يوفقكم. بجد انتوا كنتوا مفرحينا جدا في البطوله حقيقي، وربنا يوفقكم. نشكر حضراتكم سو فار، او يعني حتى هذه اللحظه. هنروح فاصل وهنرجع مع فقره، او حضراتكم هترجعوا مع فقره مسجله مع كريم، كان معاه كمان دكتور ايمان المراكبي، فقره طبيه برضو اكيد تهم حضراتكم. فاصل نرجع نكمل.